كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أستاذ سيد ومراته مدام أمنية. أستاذ سيد ومراته مدام أمنية كانوا بيحبوا بعض من قبل الجواز، وربنا سبحانه وتعالى كرمهم، اشتغل حرق تعب لحد ما اتجوز مدام أمنية. وبعدين لما اتجوزوا فرحوا وسعدوا وانبسطوا على الاخر. اتاخرت شويه في الحمل، كانوا هيموتوا جدا جدا ويبقى عندهم طفل كده جميل. فساعوا بقى وراحوا وقعدوا بقى القصه بتاعت الدكاتره و و و و و لحد ما ربنا كرم استاذه امنيه ايه وحملت. وبعدين بقى اول ما حملت هم بقوا سعده جدا، بقوا طاهرين من الفرح. وبعدين قعدوا بقى يحضروا من اول شهرين ثلاثه كده، عمالين بقى يلعبوا مع بعض العاب كده هوت فيها تخمين، ولد ولا بنت، ولد ولا بنت، ولد ولا بنت، لحد اما ايه ربنا كرم كده وعرف ان هو ولد. بقوا مبسوطين جدا وفرحانين، وكل اللي يجيبه ربنا كويس. وكل بقى شهر يقوم شايل جزء من المرتب وينزل بقى يقعد يشتري بقى في لبس للنونه، يشتري بقى في حاجات جميله للنونه، جاهز بقى للسبوع، وهي بقى تظبط بقى حاجات في البيت، تقعد تشتري كده كورنر كده وتعمل فيه العاب وبتاع عشان خاطر النونه. فحياتهم بقت كلها عبارة عن انتظار لهذا المولود الجميل السعيد اللي هيملى حياتهم بهجة. وبعدين جت بقى ايه مدام أمنية قالت الحقني يا سيد انا بولد. فخدها وجري بسرعة على المستشفى واتولد البيبي الجميل وسموه محسن. ماشي. فضل بقى محسن، ماشي، بس محسن سيد. ففضل بقى ايه النونة الجميل ده يكبر كده قدام منهم، يكبر وهم كل ما بيكبر كل ما هم بيبقوا عايزين يفرحوا بيه بقى، يفرحوا بيه بقى، وان هو ايه بيناغي معاهم بقى وبيتكلم معاهم وبيلعبهم، بيجري بقى وراهم، بيشبط في بابا، بيلعب مع ماما. المهم بقى محسن كان على حسن ما يتوقعون، كان بيناغي وبيلعب وبيضحك ويبص لبابا ويناغي ماما ويشبط فيها وهي رايحة ويشبط فيها وهي راجعة، ويلعب مع ده ويلعب مع ده على مدار الشهور الاولانيه بتاعته. فضل كده لحد سن سنه، بدا يقول بابا وبدا يقول ماما، وبقوا فرحانين جدا وعمالين يسجلوا بقى فيديوهات كده جميله ولطيفه عشان خاطر ايه يعني يعرضوها له بقى لما يجي يتجوز في يوم فرح ان شاء الله، يقول له شوف بقى انت كنت صغنن وبتقول، والحركات بتاعت الترند وكده. وبعدين محسن كبر وبقى عنده سنه وشهرين، بدا بقى مع بابا وماما بقى بيزحف ويجري ويمشي كده على سند، وبعد كده بقى يمد بقى ويلعب. فقعد بقى هذا المنوال من التطور، وكل يوم يقول حاجه جديده ولا يتعلم حاجه جديده يخطف قلب بابا وماما، لحد ما هوب مره واحده بدا كابتن محسن تظهر عليه حاجات شويه مختلفه، زي ان هو بدا ما يبص لهمش وهم بيتكلموا معاه، ما يلعبش مع اخواته بقى اللي هم ولاد اخوات استاذ سيد واستاذه امنيه مدام امنيه. بدأ بقى يعمل شوية حركات كده غريبة، بدأ حتى الكلمات اللي هو كان بيقولها بطل يقولها. كل ده كانت بالنسبة لهم مؤشرات عجيبة غريبة، يعني هما مش قادرين يفسروا. لحد ما الولد وصل لسن سنتين ونص كده ولا 3 سنين، ولسه كل المشاكل دي عمالة كل يوم تكبر عن اليوم اللي قبله، إلى أن ذهبوا به في مرة وهو تعبان لدكتور يكشف عليه. الدكتور بقى مش عارف يكشف عليه إزاي، الولد بقى مهيبر وعمال يتحرك وعمال يعيط ويصوت ويزن ويعمل حركات غريبة. فالدكتور قال لهم ايه انا شاكك ان الولد ده ممكن يكون عنده حاجة مش طبيعية، فايه رأيكم احنا لازم نعمل له تقييم كده وتزوروا بيه حد متخصص يطمننا يشوف هو ليه كده. فاستاذ سيد قال له هو ليه كده يعني يا دكتور، ما هو زي الفل، لو الولد قدامك بياكل ويشرب هو بس زنان ونكدي طالع لامه وشوية كده رخم وبيعيط كتير، يعني عنده تقلبات هرمونيه مش عارفه جاله ومش عارفين جاله منين من صغير. فطبعا الدكتور قال له لا، هو في حاجات كتير جدا المفروض يكون بيعرف يعملها في السن ده، هو عنده 3 سنين كده، لو بصيت على الاطفال اللي عندهم 3 سنين هتلاقيهم بيعملوها لكن هو ما بيعملهاش، فاحنا لازم نزور دكتور. زاروا دكتور متخصص، والدكتور لزق اهلهم في وشهم وقال لهم ابنكم عنده اضطراب طيف توحد. صدمة طبعا، يعني ايه بقى اضطراب طيف توحد دوت؟ يعني عنده مجموعة من المشاكل اللي ممكن نقول عليها هتبقى ملازمة ليه طول العمر، ممكن تخف وطئتها ممكن حدتها تقل شوية ولكنها تبقى ملازمة ليه.
فطبعا السيد اتصدم، مدام امنيه اتصدمت، وقعدوا ينكروا الامر الواقع ويقولوا لا ابننا كويس، ابننا زي الفل، ويقدموا له في حضانه ويقعد كام يوم في الحضانه، وبعد كده مديره الحضانه تتصل تقول لهم اسحبوا الولد علشان الولد مش طبيعي. يقدموا له في مدرسه ما يتقبلش في الانترفيو بتاع المدرسه، يروحوا بيه عند ضيوف، الناس كلهم تقول لهم ايه، على فكره الولد شكله مش طبيعي، في حاجه كده غريبه في سلوكياته. فالى ان اذعنوا وقالوا بس احنا كده، انا استسلم لقضاء ربنا وقدره، وانا اؤمن ان ده الطفل عنده حاجه اسمها توحد. اللي هو ايه بقى التوحد؟ قولي عشان افهمه، علشان بقى ايه نشتغل مع الولد ونديله جلسات، لازم نعرف الاب والام يعني ايه المشاكل اللي عنده. فقلت لهم بص يا سيدي، اولا عارف يعني ايه عنده توحد؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني عنده 7 مجموعات من الاعراض. يعني عنده ايه؟ 7 مجموعات من الاعراض اللي بتبدا معاه وهتبقى ملازمه معاه شويه كمان لما يكبر. تمام؟ تمام. طيب ايه هم ال7 مجموعات من الاعراض دول؟ قلت له والله انا يعني قبل ما اقولهم لك عايز افرجك كده على فيديو صغنن، اتفرج عليه بعد كده ايه نبدا بقى نبص ونشوف واحنا بنشرح هنفهم اكتر ال7 مجموعات من الاعراض. تمام؟ قال لي تمام. قلت له طيب يلا بينا نتفرج. ونركز كويس قوي 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 في اللي هنشوفه عشان هنستدل بكل جزئية منه على حاجة معينة. انتوا بتخشوا من عندكم ولا اعمل لكم الشاشة تشوفوا؟ أتبسم والشوق في القلب اشتعل، أدري بأن ولادتي ترنيمات تكتمل. تتبسم على أمل والشوق في القلب اشتعل، أدري بأن ولادتي ترنيمات تكتمل. الله قدر أمره ما شاء لكل فعل، فلتمنحوني فرصة ليعود للروح الأمل. أحتاج قربك يا أبي، يا أم حضنك مطلبي، أحتاج بحر عطائكم ليسير فيه بمركبي. عشت الحياة تحديا مذ كنت في مهدي صبي، لا تتركوني تائها، صمت المكان يحيط بي، صمت المكان يحيط بي. مهما تكررت الجموع برميل العزيز الطموح، يحيى اليقين بمهجتي ما دام في وطني صلاة. مهما تكاثرت الجروح دوما ينازعني الطموح، يحيى اليقين بمهجتي
مات مخفي وطني سرور حلمي وغاري دولتي عيش الغني سري فدا ربي واثقا من بضفير هذه ابتسامة المنى راحت تراقب في الدنيا كنتم بقربي دائما حتى انجلى عني العالم فبفضل ربي ها أنا أقول أشارك في البناء فبفضل ربي ها أنا أقول أشارك في البناء قوس تلون باسما والشمس تمدح السنا والشمس تمدح السنا على أمل والشوق في القلب يشتعل أدري بأن عبادتي ترنيمة لم تكتمل ترنيمة يتبسمون على أمل والشوق في القلب اشتعل. دي قصة أستاذ سيد ومدام أمنية. بس شفتوا ابنهم بقى كبر ما شاء الله، بقى حلو ازاي، وبقى مدير للشركات بتاعتهم ودنيته بقت زي الفل. فخلونا نشوف الرحلة دي بقى مشيها ازاي عشان نقدر نوصل بطفل اضطراب طفل توحد لأقصى ما يمكن من الاندماج في المجتمع. نرجع بقى للمثال بتاعنا اللي كنا بنقول فيه يعني ايه توحد، لسه بنشرح كده ونقول يعني ايه توحد. توحد يا شباب يعني 7 مجموعات من الأعراض. يعني كم مجموعة من الأعراض؟ 7. تعالوا كده ايه نعمل ليهم رموز كده بإيدينا عشان ما ننساهمش، ماشي؟ طيب أول حاجة نعمل كده كده، تمام؟ أول حاجة كانت إزاي؟ كده، وبعدين كده، وبعدين كده. إيد على ودن كده وإيد على عين، ماشي؟ كده 3، وبعد كده كده 4، تمام؟ وبعدين كده 5، تمام؟ وبعدين كده 6، ماشي؟ طيب وبعدين 7 اللي هي هتبقى، مش عايز اقولها لكم على طول يعني، هنخليها كده احنا نحاول نستنتجها عشان هي ليها رمز حضرت في التعديل، فانا لما اعملها الناس هتطلعوا هيك رمزها كده، ماشي؟ بس كده الرموز هتخش في بعضها. فخلينا نعمل ايه، نعمل كده، ماشي؟ احنا يا دكتور كان بره الكاميرا نعم رمز شفناهوش. ايه يا فندم تقول ايه؟ رمز 6، رقم 6 في المجموعات، المجموعة 6 الحركة احنا ما شفناهاش، كانت بره الكاميرا. هنعملها تاني. اول حاجة قلنا ازاي؟ كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين احنا قلنا كده الاول وبعدين كده، تمام؟ وبعدين كده وبعدين كده، ماشي؟ حلو جدا. طيب تعالوا بقى نقول له هذه الرموز بتاعت ايه ونبدا نتكلم عنها كده شيئا فشيئا. اول حاجه كانت ازاي؟ كده. ده معناه اسمها قصور التواصل اللفظي وغير اللفظي. اول عرض او اول مجموعه اعراض لاضطراب طفل التوحد هو قصور التواصل اللفظي وغير اللفظي. احنا عندنا هنا شقين او عندنا 3 كلمات. اول حاجه كلمه التواصل، وبعدين اللفظي، وبعدين غير اللفظي. الأول يعني إيه التواصل؟ يعني القدرة على تبادل المعلومات من مخ لمخ،
ده كده تواصل. يعني انا لما اقول لك عايز اشرب انت تقولي لي فهمني دي، انا اوصف لك طريق، ده اسمه تواصل. طب لو عملت لك كده يعني كلميني في التليفون، ما اتكلمتش اهو، برضه اسمه ايه؟ اسمه تواصل. طب لو برقت لك كده برضه وصلت لك رساله، اسمه تواصل. اي حاجه او اي معلومه انا عايز انقلها من مخي لمخك وقدرت اعملها باي طريقه يبقى اسمه تواصل. عشان كده اساليب التواصل عندنا كبير، مش كتير، مش بس ان انا اتكلم، لا ده انا ممكن اتكلم او اكتب او اشاور او حتى ابص بعينيا، كل دي اسمها اساليب تواصل. احنا قلنا انه عنده اسم قصور تواصل، فاحنا كده فهمنا يعني ايه تواصل. تعالوا نشوف بقى اللفظي وغير اللفظي. اللفظي يعني التواصل بالكلام، تمام؟ طيب شكل التواصل بالكلام وقصوره عند الاطفال اضطراب طيف التوحد عامل ازاي؟ اول حاجه احنا بنقول ان كلاسيكيات الابحاث بتاعت اضطراب طيف التوحد لقت ان في 50% منهم ما بيتكلموش، يعني اسمه توحد غير ناطق، يعني هو ما بيقدرش يتكلم اصلا، يعني مراكز الكلام في المخ مش شغاله، فيها مشكله، فهو هيبقى غير ناطق طول العمر. طيب ده تقريبا 50%، طب و50% التانيين بيبقى توحد ناطق، يعني ايه؟ يعني بيتكلم بس مشاكل كبيره في اللغه. زي ايه؟ اول حاجه بيتاخر في اكتساب اللغه، عمرك ما هتلاقي طفل توحد وبدا يتكلم كلماته المفرده الاولى على سن سنه زي الطفل الطبيعي، دايما يبدا يتكلم كلماته المفرده الاولى على سن سنتين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته، يعني يبقى عنده 6 سنين ولسه ما بيتكلمش خالص ويبدا يتكلم بعد كده. اعلى سن مسجل لطفل ما كانش بيتكلم خالص وبدا يقول كلماته المفرده كان في سن كام؟ حد يدي رقم كده. 12 5 سنين مثلا، ست سنين. ها ايه ما. يعني سن كام؟ 13 14. ها ماشي، حد عنده راي تاني؟ يا دكتور دي حالات فرديه، بتفرق من شخص للتاني. بالظبط، بس احنا بنقول ان اعلى سن سجل كلام كان على سن كام؟ هو اعلى سن سجل كلام في سن 11 سنه. بس قبليه كانوا بيقولوا ان الطفل لو عدى 6 سنين وما بيتكلمش يبقى مش هيتكلم، وبعدين في طفل بقى عدى 6 سنين واتكلم، فقالوا بس يبقى 7 سنين، لو عدى 7 سنين وما اتكلمش يبقى مش هيتكلم، وبعدين في طفل جاب سن 7 سنين وراح بدا يتكلم. راحوا معلين السن، قال لك بس واخده 9 سنين، اللي مش هيتكلم على سن 9 سنين يبقى توحد غير ناطق، وبعدين جه طفل في سن 9 سنين واتكلم، راحوا معلين السن لحد ما وصل لاقصى سن لقوا في حد بيتكلم كلماته الاولى في سن متاخر قوي كان سن 11 سنه، يعني معنى كده ان احنا نقدر نشتغل مع الاطفال جلسات لحد سن 8 و9 و10 سنين وهما ما بيتكلموش واحنا لسه عندنا امل ان هما يتكلموا؟ طب لو اتكسر ال 11 يبقى عندي امل ان هو يتكلم ولا لا؟ هيبقى عندي امل بس ضعيف. هيبقى عندي، ما قبل كده اتكسر، الله يفتح عليك، ما قبل كده كانوا بيقولوا 6 سقف وبعد كده عيال اتكلموا، طب 8 طب 9 طب 10، وكل لما نقول ده السن ده خلاص ده اخره يفاجئنا طفل جديد يطلع كلمات في سن اكبر من كده، يبقى اذا مفيش سن بنقدر نقول ان احنا كده ايه هنوقف كلام مع الطفل ده خالص او هنوقف تدريبه على تدريبات اللغه والتخاطب. فده كده اول حاجه اللي هو ايه، بيتاخر جدا في اكتساب الكلام. طيب لما بيكتسب الكلام بقى بيبدا يكتسب الكلام بمشاكل عميقه في اللغه. ازاي؟ الاقيه اولا عنده مشكله في حاجه اسمها القدره على اقامه اهتمام او انتباه مشترك. ايه بقى الانتباه المشترك ده؟ الانتباه المشترك ده اللي بيخلينا نعرف نربط الكلمات بالصور الذهنيه بتاعتها. يعني انا لما اقول لحضرتك ايه، بصي ده ايه؟ موبايل. فانت ايه اللي بيحصل؟ بتسمعي كلمه موبايل بودانك، وبعدين عينك بتتلقى صوره الايه؟ الموبايل. الاثنين بيخشوا جوه دماغك، الصوت مع الصوره يرتبطوا، فبعد كده لما اقول لك موبايل في وسط حاجات كتير تعرفي تجيبيه. وانت لما تكوني عايزه تمسكي موبايل تستدعي الصوره الذهنيه بتاعته وتقومي جايبه الاسم اللي مربوط بيها وتقولي ايه، انا عايزه موبايل، فاديكي موبايل. طب العمليه دي كلها تمت بناء على ايه؟ بناء على ان حضرتك كنت سامعه وبتبصي على نفس الحاجه اللي انا بشاور لك عليها، فبقى ده اسمه موضع الاهتمام المشترك، وانا المرسل وحضرتك المستقبله، فانت قدرت تقيمي معايا انتباه مشترك دخل لي الكلمات. طيب اطفال اضطراب طيف التوحد عندهم خلل في القدره على اقامه اهتمام مشترك او انتباه مشترك، فحضرتك ممكن تكوني بتقولي له بص موبايل، بس هو بيعمل كده، فسمع كلمه موبايل وهو شايف ايه؟ اللمبه،
فيجي بعد كده لما حضرتك تقولي له الموبايل تلاقيه بيبص في السقف وانت مش عارفه هو بيبص على ايه، او تقعدي تكرريها معاه مره واثنين وثلاثه، وبعد كده تلاقيه برده مش قادر يربط ما بين الكلمه والمدلول البصري بتاعها، او لو شاف لمبه منوره يقول موبايل موبايل، فانت تدي له موبايل تلاقيه بيعيط مش عارفه بيعيط ليه، لان هو مش قاصد يقول لك عايز موبايل، هو قال لك الكلمه اللي ارتبطت بالصوره الذهنيه اللي شافها اللي هي لمبه. يبقى ديت مشكله كبيره جدا، ان انا كنت بتكلم معاه وبدخل له مفهوم معين وهو باصص في حته تانية، تقوم الكلمه داخله مع صوره ذهنيه تانية، فيبقى فاهم الكلام غلط. طيب وده بيخليه ما عندوش مدلول للكلام، فبتظهر عندي مشكله كمان اضافيه، انه حتى لما بيتعلم كلمات كتير بسبب ان الذاكره السمعيه ممكن تبقى شغاله، لكنها كلمات غير متوظفه، يعني ما بيقدرش يقول موبايل وهو قاصد موبايل، ما بيقدرش يقول ميه وهو قاصد ميه، ما بيقدرش يقول محمد وهو قاصد نفسه بس. لكن ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل حاجه اسمها ايكولاليا او ترديد ومصاداه، يعني ايه؟ يبقى قاعد كده ويبدا يردد في كلام لا يتناسب مع الموقف، يروح قايل مثلا ايه يا ولد عيب اقعد، الكلمه دي جمله حد قالها له الصبح وهو في الحضانه مثلا، محدش قال كده تاني قدامه، لكن هو سمعها وما فهمش معناها واحتفظ بيها وبدا يطلعها في مكان غير مناسب وفي وقت غير مناسب، يبدا يتكلم كلام مش مرتبط بالموقف اللي احنا موجودين فيه اصلا. طيب وكده يا اما اتاخر في الكلام اللغه في اكتساب اللغه والتواصل، ولما يتاخر بعد ما يتاخر كمان يبقى عنده مفردات كتير ولكن ليس لها دلالات، فيظهر عنده مشكله الايكولاليا، وفي عندنا مشكله في اقامه اهتمام مشترك، فممكن يبقى بيقول كلام وهو يقصد حاجه تانية اصلا. طيب وفي عندنا كمان مشاكل في الضمائر، ودي بتبقى مشهوره جدا، ومهما يتطور لازم نلاقي في عندنا مشاكل في الضمائر وفي بنيه الجمله. فمثلا ما يقولش انا جعان، كلمه انا دي يستبدلها باسمه فيقول ايه ايمن جعان، او يقول هو جعان، او ممكن يروح قايل ايه انت جعان وكانه بيسال، ده برده من كتر الايكولاليا، هي اتقالت له قبل كده انت جعان وبعد كده انا اكلته، فهو ربط ان كلمه انت جعان يعني هاكلك او انا عايز اكل، فبعد كده بقى يقول ايه انت جعان وهو يقصد يقول ايه انا جعان. دي مشاكل اسمها مشاكل الضمائر وبنيه الجمله، تمام. طيب من مشاكل بنيه الجمله كمان انه يبقى جمله طويله عريضه هو بيختصرها في كلمه واحده، وممكن تكون كلمه لا تدل على المعنى اصلا، يعني مثلا هو قاعد في المكان وبعدين حد جه من الولاد ضربه وهو قال له ايه عشان اوعى هات القلم ما تضربش، يديله القلم راح ضربه، يجي يلخص لك هو الموضوع ده كله يقول لك ايه، يقول لك اضرب اضرب اضرب، دي انت ما تفهميش يعني ايه اضرب اصلا، هو دلوقتي لسه داخل عليكي اوضه بيقول لك اضرب، انت مش فاهمه ايه اللي حصل. هو اللي حصل ان هو في ولد حاول ياخد منه القلم وهو ما رضيش، فالولد راح ضربه وهو قاعد يعيط، شوفي الكلام الكتير ده كله قالوا ايه، قال اضرب، او ممكن راح قال القلم، انت بقى مستحيل تستدلي ولو بتضربي الودع على انه ايه، انه كلمه قلم يقصد بيها الموقف الطويل العريض اللي حصل ده، عشان كده بنقول عندهم اسمه قصور تواصل. طيب يبقى كده ايه، يبقى كده بيتاخر في اكتساب الكلام واللغه، ولما يكتسبها يكتسبها بمشاكل، زي ان هو يبقى عنده مشكله في الحصيله اللغويه، ولما يكتسب حصيله لغويه تبقى غير موظفه يعني ايكولاليا، وعنده مشكله في بنيه الجمله وفي الضمائر وفي الازمنه. في الازمنه يعني ايه؟ ما اعرفش، يقول مثلا انا امبارح كلت في البيت مش عارف كذا كذا، ايه ازمنه دي بالنسبه له؟ ده الكلام ده مش موجود، هو بيعرف يتكلم على الحاضر هنا والان، لا يقدر يقول انا بكره هعمل كذا، ولا يقدر يقول ايه انا امبارح حصل لي كذا، هو في الاخر خالص بيقدر يوصف الموضوعات الحسيه، يعني اللي قدامه كده اللي يشوفها بالعين المجرده ممكن يقول على الحاجه اللي هو عايزها او يقدر يتخيلها صوره ذهنيه. لكن فكره بقى كمان شويه، ان انت تقول له كمان شويه شبطان في حاجه فتقول له كمان حبه كمان شويه، دي مستحيل هو يفهمها، فانت كده كانك بتقولي له ايه، كانك بتقولي له اخبط دماغك في الحيط انا مش هعمل لك اللي انت عايزه. شوف دوت مع بعض الاطفال بيكون شبطان في حاجه فانت تقول له استنى مش وقته كمان شويه، كل الكلمات الحلمنتيش اللي ملهاش دلاله بصريه دي، اللي ملهاش دلاله بصريه دي هو لا يستطيع استيعابها، لا يستطيع فهمها. يبقى كده عندنا ايه؟ شويه مشاكل كده، ايه؟ عنب موز تخليه لما يتحط في وسط اي مجموعه حتى لو بيتكلم ما يفهمش، ما يعرفش يتعامل معاهم، ما يعرفش يتواصل معاهم. طيب دي كده اول مجموعه مشاكل اللي هي مجموعه مشاكل القصور الايه؟ اللفظي. طيب التواصل بقى غير اللفظي كمان، ما احنا قلنا قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي. غير اللفظي ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه نبره الصوت مش الكلام والصوت ذات نفسه.
نبرة الصوت. يعني أنا مثلا إيه في نبرة الصوت دي ممكن أقول لحضرتك إيه، أقول لك اقعدي، وممكن أقول لك إيه اقعدي. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الأولانية ترحاب طلب بسيط، التانية زجر. طب إيه الفرق ما بينهم؟ مع إن هو نفس الأصوات اللي اتقالت، نبرة. تمام؟ ممكن أقول لك إيه أنت جعان، وممكن أقول لك إيه أنت جعان. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الأولانية أنت جعان ده سؤال، التانية أنت جعان، يعني أنا بقول إقرار. يبقى نبرة الصوت دي اللي بتضفي على الجملة إن هي خبر ولا إن هي سؤال، وهي اللي بتضفي على الجملة المعنى المصاحب. زي لما واحد مثلا يقول إيه أنا بحبك قوي يا أخي، واحد تاني يقول إيه أنا بحبك قوي يا أخي، شوفوا ايه اللي حصل، هو قال نفس الجمله بس الاولانيه ادتني معنى نقيض. تمام؟ ديت اسمها ايه؟ نبره الصوت. طيب وتعبيرات الوجه ولغه الجسد. تعبيرات الوجه ولغه الجسد ديت اللي هي زي جمله انا بحبك قوي يا اخي، دي لو قلتها وانا مكشر كده ومكرمش وشي، ولو انا قلتها كده وانا منبسط كده ومنسجم على الاخر. تمام؟ ليها معنى ثاني لما اقول لك ايه؟ منور، غير لما اقول لك منور. الأولانية ليها معنى والتانية ليها معنى تاني خالص، بس لو أنت ما بتفهميش لغة الجسد مش هتفهمي إن التانية معناها إن أنا مش برحب بيكي. وديت من ضمن المشاكل اللي لسه هنتكلم عليها في الجانب الاجتماعي، إنه بيبقى غير قادر على فهم السخرية والتنمر وما وراء اللغة. ليه؟ لأنه هو أصلاً بيسمع الكلام أصوات بس، ولا بيحطه في السياق بتاع الموقف، ولا بيحطه في السياق بتاع لغة الجسد، ولا نبرة الصوت، ولا أي حاجة. فعشان كده بالنسبة له الكلام غير مفهوم. فأنا مثلا لما أقول لك إيه؟ أنت ماشي على عيش البيض. أنت حتى لو الإكسبريشن ده جديد بالنسبة لك، بتبدأ إيه؟ تشوف وأنا بعمل الحركة كده وبستعجلك، فبتقوم رابط وبتبدأ تفهم إن أنت ماشي على عيش البيض دي معناها إيه؟ يعني إنجز، أنت ماشي بطيء. طب لو أنت بقى بتفصل الجملة عن الحركة بتاعة الجسم وعن الموقف والسياق، هتبقى بالنسبه لك الجمله كده انت ماشي على قشر بيض، فتبدا تبص تحت رجليك وتقول ايه ده ايه ده، فين قشر البيض ده، هيعورني ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا نفس الجمله، بس الاولانيه انا عندي القدره في التواصل غير اللفظي بتاعي شغال، فقدرت افسر الجمله في سياق الموقف ففهمت منها معنى. تمام؟ لكن لو انا عندي قصور في التواصل غير اللفظي مش هعرف افهم المعنى ده. لذلك احنا جزء كبير جدا من التدريبات في التأهيل الاجتماعي بتاعنا نقعد نقول ايه؟ تدريبات ما وراء اللغه. تدريبات ما وراء اللغه يعني ايه؟ تدريبات ما وراء اللغه ان هو يبقى فاهم الجمله في سياق الموقف وفي سياق لغه الجسد ونبره الصوت، لان ديت اللي بتخليه قادر على انه يقيم علاقات صداقه، وانه يصد التنمر، وان العيال ما تتريقش عليه وهو مش فاهم ما بيتريقوا ليه، وان لو حد زعل منه يقدر يستنتج من الموقف هو الشخص ده زعل مني ليه. تمام؟ طيب ده اسمه ايه؟ قصور التواصل اللفظي وغير اللفظي. طيب التواصل غير اللفظي ده مهم ولا مش مهم قوي؟ يعني انهي اهم، التواصل اللفظي ولا غير اللفظي؟ الاثنين بيكملوا بعض يا دكتور. حلو، الاثنين بيكملوا بعض بس نسبه وتناسب، مين الاهم؟ اللفظي. لا الغير اللفظي اعتقد غير اللفظي. لا اللفظي ولا غير اللفظي يا مريم ما تحيرنيش معاك، انا حافظ مش فاهم اللي انت هتقوليه انا هاكد عليه. ها اللفظي ولا غير اللفظي؟ الاثنين. الاثنين. طب حد عنده راي تاني؟ استاذه عليا اتفضلي. دلوقتي في حاجه عندنا اسمها الطلب، بمعنى الطفل الصغير يقعد يصدع في دماغنا ويعيط وانا مش عارفه هو بيعيط ليه. اول ما يكبر ويطلع لغه انا جعان انا ايه، فبيريح دماغي انا. يعني هو كونه ان عنده تواصل لفظي بيطلب طلباته ده رحمه بابوم، يقول انا جعان عايز اكل عايز اشرب فلان ضربني. فالتواصل اللفظي يعني مثلا لو احنا خدناها نسبه وتناسب ممكن نقول 80% مهم. ماشي استاذه عليا بتضم صوتها لفكره ان التواصل اللفظي اهم. ها قول. التواصل اللفظي بعد كده بيبدا بيجي فكره التواصل اللفظي.
فالاول غير اللفظ الاول، بعد كده اللفظ. استاذ علي بيقول ان التواصل غير اللفظي هو اللي بيسبق التواصل اللفظي، فالطفل من البدايه لو ما بيبصش لمامته لما بتنده عليه ويتعامل معاها كده ويضحك لها لما تزغزغه والحركات دي، مش هيبص لها وبالتبعية مش هيلقط منها كلام. فهو برضو بيقول ان التواصل غير اللفظي هو الاهم. طيب هو بالنسبه لطفل التوحد بيجي الغير لفظي الاول وبعد كده بيبدا يجي اللفظي، يعني الغير اللفظي الاول بيحفز اللفظي بعد كده. الغير اللفظي بيجي الاول ويحسن اللفظ. طيب ماشي، قولي لنا رايك يا استاذه سامر. انا شايفه ان اللفظي اهم. اللفظي اهم، تمام. اشمعنى؟ عشان انا لو مش بعرف اعبر او مش بعرف اتكلم اكيد مش يعني اللي جوايا مش هيوصل بشكل كامل او مش هعرف اوصله بشكل كويس. مش هعرف اوصل اللي جوايا لو انا مش بعرف اتكلم، فاذا التواصل اللفظي اهم. طيب جميل جدا. هو طبعا زي ما حضراتكم قلتوا التواصل اللفظي وغير اللفظي كلاهما مهم وكلاهما بيكمل بعض، ولكن اتفق جمهور اهل العلم على ان، نفسي اعرف من واحد من الجمهور، ان التواصل غير اللفظي بيحمل الجزء الاكبر من الرساله، يعني بيحمل تقريبا 70% من المعنى بيحمل على التواصل غير اللفظي مش اللفظي. طيب لذلك سقف لي يا دكتور، سقف لي. صحيح، لو في منهم ما بيتكلمش فانا كده كده عايز ادربه على غير اللفظي، لكن احنا بنتكلم في الحالات الاعتياديه في حياتنا الطبيعيه دي، لان هي ديت المسطره اللي انا هقيس عليها علشان عايزهم يطلعوا يتقاسوا على نفس المقياس. فالتواصل غير اللفظي بيحمل 70% من الرساله، بمعنى ان ممكن نفس الجمله زي ما انا لسه قايل من شويه لما اقول لحضرتك ايه منور، غير لما اقول لك منور، الاثنين نفس الكلمه ونفس الالفاظ، ولكن دي ادت معنى الترحيب ودي ادت معنى الايه، ادت معنى ان انا مش طايقك او مش عايزك او انت ايه اللي جابك دلوقتي او مش اخرج بره، ادت رساله تانية خالص، تمام، معناها نفس الايه، نفس الكلمه. يبقى اذا الكلمه لم تحمل المعنى، لكن ايه اللي حمل المعنى؟ التعبيرات الوش ونبره الصوت والتواصل غير اللفظي. لذلك لو انا يعني حافظ الكلام بتاع الدنيا دي كلها فانا AI. انا ايه AI؟ يعني ايه AI؟ يعني ذكاء اصطناعي، يعني ذكاء اصطناعي يا فاطمة. وتيجي تتكلم مع واحد AI مثلا او مع برنامج AI، انت ممكن تقول له كلام وتبقى قاصد حاجات وهو تلاقيه بيديك اجابات تانية خالص، تمام؟ يعني انهي اسهل، ان انا اسال جوجل على العنوان ولا اوقف واحد واساله؟ اوقف واحد واسال جوجل ده، ما انا ممكن اكتب برضو كل حاجه مش هيفهمني، ممكن اكتب له ايه، انا عايز المحل اللي بيبيع اللبن في اخر الشارع اللي انا جبت منه قبل كده، هو مستحيل يفهم اي حاجه من هذا. طب معلش لحظه واحده يا جماعه، عشان ده حد كده يعني في عنده كارثه.
ماشي. انا بعتذر يا شباب، معلش معلش لحد دخل كده اكتر من 7 8 9 10 مكالمات، فانا قلت في كارثه. طيب معلش نرجع تاني، احنا كده كنا وقفنا فين؟ ايوه قلنا التواصل غير اللفظي بيحمل تقريبا 70% من الرساله، بمعنى ان ممكن ابقى انا بقول جمله والجمله دي بتعبيرات وش معينه توصل رساله مختلفه خالص عن لو قلتها بتعبيرات وش تاني، فده التواصل الاجتماعي. نعم يا استاذه لمي، تسجيل ما تنساوش شغال يا فندم شغال، فده بيأثر معانا على الفهم وعلى التواصل وعلى التفاعل الاجتماعي مع الناس، وان هو يبقى فاهم الناس والناس تبقى فاهماه والحركات دي كلها. فالتواصل غير اللفظ شديد اهميه، لذلك احنا واحنا ماشيين هنقول ان كل جانب من جوانب القصور دي بنعالجها ازاي. لذلك جانب التواصل ده في عندنا اكتر من برنامج بنتدخل فيه عشان نعالجه، اول ما بيكون لان دوت من ضمن الاعراض الاساسيه اللي بتشخص بناء عليها التوحد. فبنتدخل بحاجه اسمها التخاطب الكلاسيكي، اللي هو جلسات التخاطب العاديه اللي هي بتتاخد في الدبلومات العاديه خالص، ده رقم واحد. وديت بيبقى ليها منهجيه، ان احنا بنعلم حاجه اسمها الاول مهارات ما قبل اللغه، اللي هي تقليد حركات الفم والشفاه الاول، وبس ان هو يعرف يعمل متابعه بصريه لهدف متحرك للشفايف وتقليد وكده. وبعد كده نبدا نخش في حاجه اسمها اللغه الاستقباليه، اللي هو يبدا يتعلم يفهم الكلام وينفذ اوامر. وبعدين اللغه التعبيريه، ان هو يعرف يعبر بكلمات وبعدين بجمل. بعدين السياق بتاع الجمله النحوي، اللي هو بقى يعرف المذكر والمؤنث والجمع والمفرد والمثنى. فبنبداها كده اول حاجه خالص مهارات ما قبل اللغه، بعد كده اللغه الاستقباليه، بعد كده اللغه التعبيريه، بعد كده جمل، بعد كده ايه السياق النحوي للجمل. طب وبعد كده في ليفل بقى، كل المراكز بتقف عند الليفل ده، لكن في ليفل تاني اعلى اللي هو اسمه بقى ليفل البلاغه اللغويه. البلاغه اللغويه، البلاغه اللغويه ديت بقى اللي هي ايه؟ توظيف، الله يفتح عليك، توظيف الكلام بشكل اجتماعي. فيبدا يفهم بقى ما وراء اللغه، ويعرف يفتح مواضيع ازاي، وينتقل من موضوع لموضوع ازاي، ويعرف يتعامل بالكلام في المناسبات الاجتماعية المختلفة، ويعرف المعاني الشائعة لجمل معينة بتتقال ثابتة كده في حياتنا وفي مجتمعاتنا. فدي كلها اسمها ايه؟ اسمها البلاغة اللغوية. يعرف المفاهيم المجردة زي السر، يقول الكلام ده امتى وما يقولوش امتى ومش عارف ايه. يعرف الكرامة، ان ايه الكلام اللي لو اتقال يبقى كده بيقل من كرامتي. يعرف مثلا الايه بالظبط كده، الصدق والامانه، المفاهيم المجرده دي تبقى ليها معاني عنده. فاحنا بنشوف ان كتير جدا من اطفال تربط في التوحد، تقعد تتطور وتكتسب مش عارف ايه، ويوصل لليفل معين ما يعرفش يتعامل برضو مع المجتمع. ده بسبب ان هو وقف في الليفل الايه، الليفل الاولاني من اللغه، وما دخلش للبلاغه اللغويه اللي هم بنبدا نشتغل معاهم بقى بعد كده بحاجه اسمها برنامج قراءه العقل ومنهج مهارات التفكير وما الى ذلك. طيب ادي اول حاجه اللي اسمه التخاطب الكلاسيكي. طيب وتاني حاجه بنشتغل حاجه اسمها برامج التواصل المساعد. ايه برامج التواصل المساعد؟ احنا كده التواصل ده عندنا حاجه مهمه جدا، احنا عايزينه هيتفاعل مع الناس ازاي ويفهمنا ويتعامل معانا وما الى ذلك، فلازم يبقى عندي كذا برنامج. فكده عندي التخاطب الكلاسيكي وبرامج التخاطب المساعد او التواصل المساعد زي بيكس، او التواصل من خلال تبادل الصور، بيكتشر اكسشينج كوميونيكيشن سيستم، وده هناخده بالتفصيل، نعرف ازاي نخلي الطفل يعبر بالصور. ماكاتون اللي هو التواصل الاشاري، هو يعرف بقى يستعمل الاشاره والصوره بحيث ان هو يوصل لي فكرته حتى لو هو كان توحد غير ناطق. تمام؟ طيب كده عندي ايه؟ التواصل العلاج بتاعه التخاطب، والتواصل الايه؟ التواصل المستعد. طيب نخش على تاني مجموعه من الاعراض. اول مجموعه كانت اللي هي ايه؟ اصول التواصل اللفظي غير اللفظي. تاني مجموعه كانت كده، تقليد. التقليد، النمذجه، المحاكاه. اطفال اضطراب طيف التوحد عندهم مشكله كبيره جدا جدا فيما يتعلق بانه يعرف يشوف حاجه ويقلدها. طيب فعندنا ثلاث انماط من اضطرابات التقليد دي. الطفل الطبيعي بيتولد الديفولت بتاعه ان هو بيفضل باصص كده وبيخزن كل حاجه بتحصل حواليه، ولما يوصل لسن معين يبدا يفعل اللي كان اختزن. فكلنا لو حد فينا اتعامل مع اطفال او عنده اولاد او اخوات صغيرين او
يفتكر الجملة دي، ايه ده جابها منين ابن اللذينة دي؟ جابها منين؟ يعني ايه جابها منين؟ يعني هو معايا طول الوقت، وبعدين هوب النهارده قال كلمه انا ما قلتهالوش، او عمل حركه انا ما عملتهاش قدامه دلوقتي، بس هو تقريبا شافها او سمعها في وقت سابق واختزنها، وبعدين اول ما اكتملت عنده القدره طلعها. ندي مثال، اطفال بيشوفونا قدام منهم واحنا بنمشي، وهم لسه عندهم شهر وشهرين ما بيمشوش، بس بيختزنوا شكل حركه الجسم والايدين والرجلين وما الى ذلك. لان هل هو عنده القدره على انه يمشي؟ ما عندوش، فبيعمل ايه؟ بيفضل مختزن. لكن اول ما بيكتسب القدره البدنيه الاقيه يبدا ايه؟ يقوم كده ويتسند كده ويتحرك كده ويمشي ويعمل حركات المشي. تمام؟ طيب ما هو المشي ده حاجه فطريه؟ لا، هو في الحقيقه مش حاجه فطريه. احنا عندنا بعض التجارب لمجموعه اطفال يتعدوا على اصابع اليدين، يعني في على مر التاريخ كانوا بيفقدوا من اسرهم وبتربيهم حيوانات، اللي هي زي منهم جاي القصه المشهوره بتاعه طرزان مش عارف ايه وحاجات زي كده. عندنا من ضمنهم مثلا طفل افيرون المتوحش، ده اللي اتشخص منه مثلا فكره اتاخد منه اعراض توحش. في اطفال كده اتفقدوا من اهاليهم في الغابات وربوهم حيوانات ما بين ذئاب وما بين وما بين وما بين. لما كنا بنلاقي الاطفال دول، الانسان العادي بقى كان يلاقي الاطفال دول زي اطفال زي طفل مثلا افيرون والكلام ده، كان بيلاقيه بيتعامل زي الحيوانات، بيمشي على ايديه ورجليه مش على رجليه بس. وجهاز النطق كمان بيبقى برضو ايه؟ اصوات بدائيه. الله يفتح عليك، بيتنقل له برضه فكره الاصوات البدائيه بتاعت الحيوانات، ما بيتعلمش الكلام. يبقى اذا الكلام والحركه والمشي والكلام ده كله حاجات بيختزنها الطفل، ولما بيكتسب القدره على الاداء بيبدا يطلعها. اول ما رجليه تبدا تشيل يبدا يمشي، اول ما لسانه يعرف يتحرك ويتحكم فيه يبدا يتكلم. طيب نشوف دوت مثلا في بقى الاطفال اللي بيتشخصوا بحاجه اسمها الحرمان من التحفيز البيئي، او اطفال الحرمان البيئي، اللي هو ايه بقى؟ الاب والام شويه انطوائيين ولا ما بيتكلموش، او يسيبوا الولد كتير قدام التلفزيون او فنلاقي الولد يوصل لسن سنتين وثلاثه واربعه ولسه مش بيتكلم. بسبب ايه؟ ان حتى اللغه والمشي والحركه والكلام والكتابه والجري والزعيق والعياط والصراخ، كل دي انماط سلوكيه مكتسبه من خلال الايه؟ النمذجة، انه يكون بيشوف ناس فبيقلدهم. فلذلك بندي المثال اللي هو بتاع ايه؟ ان انا لو خدت خمس اطفال وحطيت كل واحد فيهم في دولة وخليتهم خمس سنين ورجعتهم، الاقي كل واحد له لبس معين وله لغة معينة ومختلفة، مع ان هم خمسة توائم. تمام؟ انتوا الاثنين؟ ماشي. فكده ايه؟ فكده الفكرة بتاعت ان التقليد هو اللي بيخلي الواحد يبقى شخصيته عاملة ازاي من اول الكلام واللغة والدين والتعامل والتفاعل والتعبير عن الانفعال. طب لما التقليد يبقى واقع الاقي عندي مشكلة كبيرة جدا والطفل ما بيكتسبش اي حاجة. طب يعني ايه التقليد يبقى واقع؟ في عندي ثلاث اشكال من قصور التقليد. قلنا ان الطبيعي ان الطفل يشوف الحاجات يختزنها ويقلدها في الوقت اللي قدرته البدنية تجيبه. طيب طفل التوحد بقى، لا، هو عنده ثلاث انماط من التقليد. اول حاجه في الطفل الغير مقلد، او الطفل اللي ما بيقلدش خالص، اللي هو مهما اقول له اعمل زي اعمل زي اعمل زي واقعد اعمل له اي حركات مهما كانت بسيطه، سواء حركات او اصوات، هو ما بيعملهاش اصلا. تمام؟ يبقى ده ما بيقلدش حتى بعد حس او بعد مساعده الا بطلوع الروح، ولو عملها مره ما يعملهاش الثانيه. يبقى ده اسمه التواصل الايه؟ اسمه التقليد الايه؟ التقليد الغير موجود، طفل غير مقلد. طيب الشكل الثاني من التقليد اللي هو التقليد بس بعد حس، يعني ما بيكونش في حاجه اسمها التقليد التلقائي. ما بيكونش في حاجه اسمها التقليد التلقائي، التقليد التلقائي ده اللي هو الطفل بيشوف حاجات وبيقلدها منه لنفسه. لا، هو ما بيكونش عنده تقليد تلقائي، بمعنى ان لازم اقول له اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي. طب لو انا قلت له اعمل زيي هو هيعمل، طب لو انا ما قلتش هو مش هيعمل. طب وبالتبعيه هل انا بقى كل كلمه هقعد اقول له قول كلمه كذا اعمل كذا وريني كذا شوف كذا بتعمل زي يلا اعمل زيي؟ ده الطفل اللي محتاج جلسات. فكده عنده التقليد التلقائي غير موجود. يبقى في طفل عنده التقليد كله غير موجود، وفي طفل عنده التقليد التلقائي غير موجود. طيب الشكل الثالث من اضطرابات التقليد ان يكون عنده
التقليد موجود ولكن اسمه تقليد غير وظيفي، تقليد تلقائي غير وظيفي. ايه التقليد التلقائي غير الوظيفي ده؟ انا ما بقولوش قلب، هو عامل زي البغبغان بالمعنى الحرفي، هو كل حاجه بيشوفها بيقلدها هنا والان لكن ما بيوظفهاش في حياته. فممكن مثلا انا بقول له انت اسمك ايه، يقول لي اسمك ايه، اقول له لا اسمك ايه محمد، اسمك ايه يقول لي محمد، اجي بعد شويه اقول له اسمك ايه يقول لي اسمك ايه، الاقي كده ايه بيقلد تقليد غير وظيفي، ما استفادش من الحاجه اللي انا عملتها معاه وقلت له وفهمته ومش عارف ايه وبتاع، الاقيه بيقلد حتى في كلها ليه يا دكتور؟ نعم اللي هو التقليد الغير وظيفي ده اللي هو تقريبا ايكولاليا، تبقى ايكولاليا متخزنة. لما يكون في الكلام بيبقى واخد شكل الايكولاليا، واحيانا بيكون حركي يعني يبقى بيقلد اي حركه انت بتعمليها، لكن لو انت سبتيه منه لنفسه بعد كده واتحط في المكان، يعني انا فتحت قدام منه الباب يفتح الباب، طيب لو انا جيت سبته في نفس المكان بعد كده ما يفتحش الباب، لازم انا افتح قدامه الباب عشان هو يفتحه، دوت اللي هو اسمه تقليد غير وظيفي، او اللي هو بينقال في الاي بي اي اللي هو قصور القدره على التعميم، قصور القدره على التعميم، يعني بيعمل الحاجه يتعلمها لكن ما يعرفش ينقلها لمكان تاني، يتعلم معاكي يشخبط في الكراسه، لو غيرتي الكراسه ما يعرفش يشخبط، او روح البيت ما يقولش الكلمه اللي قالها في المركز، علمتيه فتح الباب يفتح الباب ده، لكن لو حطيتيه في اوضه تانيه ليها باب بنفس الفكره ما يعرفش يروح يفتحه، ده اسمه تقليد غير وظيفي. كلنا عندنا القدره على التعميم، ان انا لما بتعلم حاجه في مكان بعرف انفذها في مكان تاني، اتعلم السواقه العربيه هسوق اي عربيه، اتعلم الكتابه بقلم همسك اي قلم اكتب، اتعلم القرايه في المدرسه لو شفت يافطه في الشارع هقراها، ده اسمه القدره على التعميم، ان انا اتعلم الحاجه في مكان لكن اعرف امارسها في كل الاماكن. لكن هو بيبقى عنده قصور في القدره على التعميم دي، فممكن يتعلم الحاجه في مكان وما يعرفش يعملها الا في نفس المكان تحت نفس الظروف، لكن لو اتغيرت ما يعرفش، ده اسمه التقليد غير الوظيفي. ودول ثلاث اشكال من الايه؟ من قصور القدره على التقليد. طيب قصور القدره على التقليد بنعالجها ازاي؟ قلنا بنعالجها من خلال برامج اسمها برامج تنميه المهارات، دي برضو الحاجات اللي احنا هناخدها، اللي هي برامج التدريب على التقليد جوه برامج تنميه المهارات زي بورتاج ولوفاس وتيتشو وايبلز والحاجات دي كلها. طيب البرامج ديت معموله عشان الطفل بس يقعد يقلد، ويجي بقى ولي الامر يخش الجلسه ولا تبعت له فيديو وانت فرحان قوي، تقول له بص انا بقول له كده اعمل زيي، راح عمل زيي الحمد لله بقى يقلدني، يقول لك يا راجل بقى انا جايبه لك وبضيع من عمر الواد وبدفع لك فلوس عشان تقول له اعمل زيي اعمل زيك، يا فرحتك يا فرحه الحاجه بيك، انا كده استفدت ايه؟ هو مش فاهم ان هو لما الطفل اتعلم يقلد هو مش اتعلم يقلد الحركه دي، هو اتفتح في دماغه باب اسمه التقليد، فلما يشوف اي حاجه وهو ماشي بعد كده في الشارع ولا وهو في حضانه ولا وهو في اي مكان هيبدا يقلدها، فده اسمه كده التعلم التلقائي. يعني انا لما بعلمه التقليد جوه برنامج معين، علمه يعمل كده ولا علمه يعمل كده، انا مش هدفي الحركه دي في حد ذاتها، انا هدفي ان انا بفعل برنامج التعلم بالاكتساب التلقائي من خلال التقليد في دماغه، فمنين ما يمشي بعد كده ويشوف اي حاجه يبدا يقلدها ومع الوقت يبدا يقلد بشكل وظيفي. طيب يبقى كده اول مجموعه اعراض اللي هي كانت الايه؟ التواصل اللفظي غير اللفظي، بعد كده التقليد، وبعد كده قلنا الاول دي صح؟ قلنا دي ماشي، دي ده اسمه بقى ايه؟ قصور او شذوذ الاستجابات الحسيه، عشان كده لمسنا عينينا وودنا. ايه بقى شذوذ الاستجابات الحسيه؟ شذوذ الاستجابات الحسيه، ايه شذوذ الاستجابات الحسيه؟ الطبيعي يا جماعه بتاعنا ان احنا بنستقبل المعلومات من حوالينا من البيئه عشان المخ يعرف يتعامل معاها من خلال الحواس. ان انا بشوف الحاجه او بسمعها او ان انا المسها او ادوقها او اشمها. كده يعني الحواس الاساسيه هي دي اللي بتدخل المعلومات للمخ. تمام؟ طيب عشان دي حاجة مهمة جدا، المعلومات اللي بتخش للمخ ديت هي اللي بتخلي الإنسان يعرف يتعامل مع البيئة، هو اللي بيعرف ياكل ويشرب ويتعلم ويتكلم وبتاع، فهي حاجة مهمة. فربنا خلق لنا جوه مخنا ثلاث برامج بتتعامل مع أي مثير حسي. يعني إيه مثير حسي؟ يعني طاقة، سواء كانت طاقة صوتية ولا ضوئية ولا طاقة ضغط على جلدي. الطاقات ديت هي اللي إيه بتستقبلها أعضاء الحس بتاعتي وبترجمها في المخ. فالكلام اسمه طاقة إيه؟ صوتية. وودنك كده بتستقبل الصوت، يبقى اسمها بتستقبل مثير
حسي، يعني طاقة بتستثيرها علشان توصل معلومات معينة للمخ. فعندنا ثلاث برامج بتشتغل عندنا كلنا كده علشان تستقبل المثيرات الحسية. أول برنامج اسمه برنامج العتبة الدنيا، وتاني برنامج اسمه برنامج العتبة القصوى، وتالت برنامج اسمه برنامج العتبة الفارقة. ايه بقى الثلاث برامج دول؟ البرنامج الاولاني اللي هو اسمه العتبة الدنيا، ده تعريفه حد ادنى من الطاقة اقل منه لا يستثار العضو الحاس. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال تعالوا ناخد كده حاسة السمع. حاسة السمع دي بتستثار بالطاقة الايه؟ الصوتية، صح كده؟ الطاقة الصوتية ديت لازم يبقى ليها حد ادنى عشان ودني تقدر تلقطها، اللي هي قد ايه؟ اللي هي 20 ذبذبة في الثانية. يعني اقل صوت الودن تقدر تلقطه 20 ذبذبة ايه؟ في الثانية، يعني صوت الهمس. طب هو في صوت اقل من الهمس؟ اه الهمس برضو، بس لو انا بعدت شوية على بال ما الطاقة الصوتية، اللي هي الطاقة الصوتية دي يعني انضغاطات انقباضات وانبساطات من زوري طلعت لحد ما توصل لودانك، فطلع الصوت من عندي انا مثلا 50 ذبذبه في الثانيه، على بال ما وصل لودنك بقى كام؟ 20 ذبذبه في الثانيه. عشان كده احيانا ما تسمعنيش قوي فتقولي لي ايه؟ علي صوتك. فانا علي، يعني ايه علي؟ يعني انا بزود الطاقه من عندي عشان على بال ما توصل لك تبقى مسموعه. طب لو انا بتكلم وفي حد في اخر الشارع هيسمعني؟ طيب مش هيسمعني ليه؟ عشان مستوى الذبذبات على بال ما وصل بقى اقل من 20 ذبذبه في الثانيه. طيب فهو ودنه ما استقبلتوش، لكن مين اللي ممكن يستقبله؟ او حد عنده لكن الحواس بتاعته مرهفه زي الكلب او الخفاش، بيقدر يستقبل مثيرات صوتيه اقل من 20 ذبذبه في الثانيه. الانسان بقى ما يقدرش يستقبل اقل من 20 ذبذبه في الثانيه، ودي نعمه من ربنا ان انا ما اقدرش اسمع الاصوات اللي اقل من كده. ليه بقى؟ لان لو بقدر اسمع الاصوات اللي اقل من كده كان زماني دلوقتي قاعد سامع صوت دقات قلبك، وانت سامع صوت دقات قلبي ودقات مستر احمد ومستر عادل، وانا بتكلم كده ابقى سامع صوت الناس اللي بتتكلم فوق وتحت ويمين وشمال، كل ده هيبقى داخل على ودني. انا سامع كل الاصوات دي كلها كده مره واحده، وسامع صوت جريان الدم في عروقي. مش الحاجات دي ليها اصوات؟ بدليل ان الدكتور لما بيعوز يسمع يشوف انا عايش ولا ميت بيحط السماعه، فالصوت بيكبر ويضخم ازيد من 20 ذبذبه في الثانيه بالسماعه دي عشان كده هو يسمع. انما لو انا قاعد بقى وبسمع كل الاصوات ديت في نفس الوقت ايه اللي يحصل؟ انهار بقى. عارفه انت لما يكون الباب ده واحنا فيه 20 واحد عايزين يخرجوا مره واحده ايه اللي هيحصل؟ ما مش هنخرج، كلنا هنتزنق كده على الباب ومش هنعرف نخرج، هيحصل لنا تدافع وتشوه، وعلى بال ما نخرج متبهدلين وهدومنا كده ومش عارف ايه ولزقنا في بعض وبتاع. ده اللي هيحصل للاصوات اللي اقل من 20 ذبذبه في الثانيه. لو بنلط الاصوات كلها تخش في بعضها فتبقى بالنسبه لك ضجيج، انت طول الوقت سامعه مش هتفهمي اي حاجه ولا هتسمعي اي حاجه وهيحصل لك انهيار. يبقى اقل من 20 ذبذبه في الثانيه الودن ما تسمعش، دي اسمها العتبه الدنيا. كل حاسه ليها عتبه دنيا. فانا عندي مثلا عتبة دنيا للجلد، ايديكي دي فيها حاجة؟ مفيهاش حاجة صح؟ طيب لو حضرتك رحتي دلوقتي قمتي حطيتي طبق وقمتي غسلتي ايديكي في الطبق ده وبعدين خدنا المية ديت وحللناها، هنلاقيها بنفس النقاء اللي نزلت بيه من الحنفية ولا كان في حاجات على ايديكي ونزلت وانت مش عارفة؟ في جلد ميت وفي ذرات عرق وفي ذرات تراب وفي حاجات كتير من اللي لمسناها ومسكناها وسابت علينا آثار صح؟ بس انت مش حاسة بيها، شايف ان ده فاضي. لا هو فيه، بس هم اقل من 20 ذبذبه او اقل من الطاقه اللازمه للضغط على الجلد للاحساس. طيب لو كانت دبانه بقى خفيف كده هتحسي بيها صح؟ عشان كده بتهشيها، وكل ما تكون ازيد كل ما احسها اطول. طيب يبقى ديت اسمها العتبه الدنيا، ده اول برنامج في المخ بيبدا يفلتر اي مستوى طاقه اقل من حد معين يخلي العضو الحاس ما يستقبلوش ما يحسش بيه. طب لو حسيت بيه ابقى انا طول الوقت حاسس بكل ذره تراب بتقع على ايديا، وحاسس بكل نسمه هواء بتخبط في جلدي، وحاسس بكل مثلا ذره تراب وقعت على شعري، ايه اللي هيحصل لي؟ ابقى طول الوقت عمال اعمل كده صح؟
ببقى مش طايق، حاسس ان في حاجات بتمشي على جسمي طول الوقت. تمام؟ طيب يبقى دوت كده اول برنامج حمايه اسمه العتبه الدنيا. طيب في برنامج حمايه كمان ربنا مسطبه جوه مخنا في الويندوز بتاع المخ لاستقبال الحواس اسمه العتبه القصوى. العتبه القصوى ده بقى هو ايه؟ هو مستوى من الطاقه، هو مستوى من الطاقه يؤدي الى احساس الم ايزاما بضرر للعضو الحاس. يبقى هو مستوى من الطاقه يؤدي الى احساس الم ايزاما بضرر للعضو الحاس. يعني ايه؟ يعني عارفه لما تكوني نايمه كده في الضلمه والنور قاطع سرحانه في السقف بقى كده وشايفه مستقبلك بقى، وبعدين هم مره واحده النور يجي، ايه اللي يحصل لعينيكي؟ تحسي كده وعينيكي تحسي ان عينيكي وجعتك كده ممكن تدمع على خفيف، صح؟ ده اسمه ايه؟ اسمه عتبه قصوى. حصل ان كميه طاقه كبيره جدا دخلت حسستني بالالم. طب الالم ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ها؟ احساس الالم اللي انا حسيته حاجه كويسه جدا، دي نعمه عظيمه من ربنا. ليه بقى؟ لان انا لو ما كنتش حسيت بالالم ده وفضلت باصص كده ومفنجل عينيا لللمبه كان ايه اللي حصل للقرنيه؟ حرقت خلاص. لو انت بصيت كده للشمس لقرص الشمس ايه اللي يحصل لك؟ تلاقي عينك كده وجعتك. طب لو احساس الالم بتاع الوجع الخفيف ده ما جاش فانت تقدر تفضل باصص للشمس، ايه اللي هيحصل لعينيك؟ القرنيه تتحرق، صح؟ طيب قيس على كده كل الحواس. بالنسبه للودن 20,000 ذبذبه في الثانيه، لو الصوت وصل لمعدل 20,000 ذبذبه في الثانيه يؤدي الى ايه؟ احساس الم وايذاء للعضو الحاس لو انا فضلت مستمر في التواجد في نفس المكان. حد جرب قبل كده يمشي من شارع ومشيته تيجي ودنه جنب السماعه؟ تلاقي مره واحده عملت كده وقمت مديت بسرعه. طب ليه بقى؟ عشان خاطر حضرتك فضلت موجود قدام السماعه وما حسيتش باحساس الالم، ايه اللي هيحصل للشعيرات اللي بتتهز دي عشان خاطر تسمعك؟ هتبوظ، هتتقطع، يحصل لك ضعف سمع وبعد كده خلاص ما تبقاش تسمع تاني. عشان كده بنقول ان السماعات لما الواحد يحط سماعات ما ينفعش يعلي الصوت، ولو علي الصوت والمده طويله ده ممكن يخليه يصنج يطرش. تمام؟ فده كده اسمه ايه؟ اسمه العتبه القصوى. طب العتبه القصوى في الجلد برضو حضرتك قلت لك ان انت ايه مش حاسه بحاجه في اللي ايديكي، لكن لو مشينا دبانه او ريشه هتحسي، صح؟ طب لو مسكت بقى دبوس وقمت شكك ايه اللي هيحصل؟ تشد ايديك تحسي بالالم. كده انا وصلت للعتبه القصوى للجلد عندك. طيب احساس الالم ده نعمه، ليه؟ لان انت لو ما كنتيش حسيتي كان الجسم الغريب ده فضل مخترق الجلد، وبعدين ايه اللي يحصل بقى؟ يحصل بقى صديد ومده، ويحصل بقى مش عارف نزيف، ويحصل التهاب، ويحصل ويحصل ويحصل، وبقت بيئه خصبه للبكتيريا، في جسم غريب دخل. الله اعلم ده كان فيه ايه بقى، ولا كلب كان عامل اللي عليه بيبي ولا ايه؟ ده انت معايا رزقك واسع في الكلاب. طيب يبقى دي اسمها العتبه القصوى. يبقى اقل من 20 زلزله في الثانيه ما نسمعش، عند ال 20,000 زلزله في الثانيه نبدا نحس بوجع. فدي كده اسمها العتبه القصوى. طيب وفي نعمه في النص اسمها العتبه الفارقه. العتبه الفارقه دي بقى هي قدره الانسان على التمييز بين مستويات الطاقه المختلفه. فلما اسمع صوتك وانت بتتكلمي واسمع صوتك وانت بتتكلمي اقدر اقول ده صوت حلو وده صوت وحش، ده صوت حاد وده صوت رفيع. الصوت دوت كويس والصوت دوت عالي لكن هو ما وصلش العتبه القصوى، والصوت دوت واطي هو مسموع لكن محتاج يعلى. دي اسمها القدرة على التمييز بين مستويات الطاقة المختلفة. أقدر أحس بقى بالحرير، وأقدر أحس بالصوف، وأقدر أحس بالكتان، كلهم ما بيأذونيش، ولا عتبة دنيا ولا عتبة قصوى، ولكنهم عتبة إيه؟ فارقة، يعني أقدر أفرق ما بين مستويات طاقة مختلفة منهم. تمام؟ النور أقدر بقى أقول ده اللون ده أحمر حلو، واللون ده أبيض أوف وايت، ده مش عارف إيه، ده إيه، ده أخضر، ده جرين، ده كذا، ده كذا، أقدر أميز مستويات الطاقة المختلفة. الضوئيه اقول ده اللمبه دي حلوه، لا ده كده النور بقى عالي قوي انا لسه قادر استحمله بس الاضاءه زايده، وطوا النور شويه، لا ده النور كده خافت انا مش هقدر اميز الاشكال كويس من حواليا وبحسس بظلال وعفاريت، علوا النور شويه. دي اسمها العتبه الايه؟ الفارقه، اللي بتميز بقى كل لما تكون العتبه الفارقه عندي حساسه، كل لما ابقى انا بقى فنان مهندس ديكور
ناقد كويس جدا، باخد بالي من الفروقات البسيطه ما بين مستويات الطاقه المختلفه اللي جايه لي بقى من الصوت او الصوره الضوء اللمس ايا كان. تمام. طيب دي نعم ربنا علينا في الايه، في الـ في الـ في الاحساس. لكن بقى اطفال اضطراب طفل التوحد، الثلاث برامج دول عندهم ملعوم، فيهم مشاكل، بمعنى انه ممكن عتبه دنيا بالنسبه لي توصل له هو عتبه قصوى. يعني شفنا كده اتفرجنا على البتاع ده اللي هو الاغنيه، كان ماشي كده وبعدين جالك مشهد كده ان في ورقه في اخر الطرقه الهواء عملها كده، راح هو التفت كده وراه وكانه سمع صوت الورقه وهو في اخر الطرقه، اللي هو يعني احنا عمرنا ما كنا هنسمعها. طب ده بيبرر وبيفسر ان احيانا تبقى قاعده مع طفل مثلا كده تلاقيه مره واحده راح حاطط ايده على ودنك كده مفيش اي صوت، بس هو في صوت غير مسموع بالنسبه لحضرتك اقل من عتبه الدنيا عندك، لكن هو ودنه لقطته والمخ ترجمه. المشكله مش في المخ، مش في الودن، المشكله في ايه؟ في ترجمه الاشاره من المخ. المخ ترجمه انه عتبه قصوى، فعشان كده هو صوت عادي جدا وراح حاطط ايده على ودنه. وفي نفس الوقت تلاقيه على اصوات تانية هو ماسك حكاته وعمال يخبطها في بعض ديش 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 ديش، لدرجه ان انت مصدعه، لكن هو بالنسبه له ايه؟ الصوت ده عتبه فارقه زي الدندنه بتاع الدن دن 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 دن، هو مبسوط مستمتع يعني الصوت ده بالنسبه له جميل جدا. او يقوم ماسك ايده ومعضضها كده، فانت حضرتك ايه؟ تبقى بالنسبه لك العضه دي عتبه قصوى، لكن هو بالنسبه له عتبه فارقه. هو عامل زي بالظبط كده لما انت تقعدي تعملي كده مثلا على ايديك تهرش كده، مبسوط هو بالحركه. طب هل عدم احساسه بالالم ده معناه انه فعلا غير قادر على الاحساس بالالم وان العضو الحاسس بتاعه مش هيتضر؟ لا هيتضر. نشوف الاطفال اللي بيعضوا نفسهم بعد فتره الجلد ده بيموت، وفي اطفال بتقعد تعمل كده في ودنها لدرجه ان ودانها دي بتورم، وفي اطفال ممكن يقعد يضرب نفسه كده لدرجه ان هو يحصل له بالفعل مشكله في ارتجاج او حاجات زي كده من كتر ما هو بيخبط. بس هو غابت عنه النعمه اللي احنا كلنا بنعاني منها احيانا اللي اسمها احساس الالم، ففضل مستمتع بالحركه لحد ما اذته، فضل مستمتع بالاحساس ده لحد ما الجلد ده مات، فضل مستمتع بالخبط ده او بخبط دماغه لحد ما دماغه تورم وتتعور وتنزل دم وهو مش حاسس بالالم فمكمل عادي جدا مستصار، زي ما انت تكوني بتدندني كده او بتخبطي بطراطيف صوابعك كده خبطه مش محسكي بالقلب فتفضلي مكمله حتى وانا اقول لك بس بس يا بنتي بس صدعت ايه انا مبسوطه كده امشي انت. احيانا كده تحصل صح، الواحد ايه بيعمل حاجه ومنسجم مش عايز يبطلها. طيب دي خلل في عتبات الحسيه عنده، ديت اللي هي بنعالجها من خلال ايه بقى؟ غرفه التكامل الحسي. طيب هي دي مشكله؟ دي مشكله كبيره جدا. ليه بقى؟ لانه كده ما بيستقبلش الاصوات زي ما احنا بنستقبلها، فعادي جدا ان عمره ما هيعرف يتكلم. يعني تخيلي كده لو انت سامع صوتي عامل كده زي كفاكم لاي زي نوت مش كويس، عماله تسمعي كده هتعرفي تفسري اي حاجه؟ هتتعلمي اي حاجه؟ صوت عالي وصوت واطي على حسب الحرف اللي انا بقوله هو مترجمه عنده ايه، عمره ما يتعلم الكلام. طيب اللمس عمره ما يقعد معايا في جلسه، لما اجي احط ايدي على ايده ممكن اللمسه بتاعت ايديا دي تبقى بالنسبه له هو عتبه قصوى، هو حاسس كاني شكشكته فيقوم شادد ايده مني وما يرضاش يحضني وحاجات كده، انا عمري ما هعرف اقعد اعلمه حاجه. واحيانا تبقى عتبه اصلا دنيا، فانا ماسك ايده وبحركها وهو يحط ايده على الحاجه وايده ما بتحفظش مكان الحاجه، وممكن يمسكها ويقعد يعمل كده ويعمل ويحكها فيه ويحطها في بقه ويلعب بيها ومش عارف ايه، مش عارف الوظيفه بتاعتها، هو مخه جعان لانه يحس بمستويات الطاقه المختلفه. عارف الواحد لما يبقى ماشي في رمضان وجعان يعمل ايه بقى وهو ماشي في الشارع؟ يقعد بقى يشمشم يشتري بقى مش عارف ده تمر هندي ويشتري سوبيا ويشتري عصاير ويشتري فواكه ويشتري حلويات ويشتري ويشتري بسبب ان هو ايه؟ جعان، فعمال يجمع حاجات. اهو ده مثلا الطفل اللي احيانا نلاقيه كل حاجه بيحطها في بقه، يحط في بقه حتى الكيكي بتاعه عزكم الله تراب ورق ورق شجر حطه في بقه. طب ايه يا ابني انت ايه الرمرمه اللي انت فيه؟ هو لسانه ما فيش فيه عتبه دنيا وقصوى وفارقه، هو كل حاجه حاسسها عتبه دنيا، عشان كده زي اللي جعان فهو عايز يدوق كل حاجه، عايز ياكل كل حاجه.
عمال يحط حاجات في بقه مش من طبيعتها ان هي تتاكل، تمام؟ طيب، او عمال يحسس على كل حاجه ويخبط مثلا. فايه اللي حصل؟ انا بالنسبه لي الخبطه دي ممكن تبقى مؤلمه وتبقى بتضايقني، لكن هو بالنسبه له هو مخه جعان لاحساس السماع الطرق ده، فعايز يخبط هنا يسمع صوت، يخبط هنا يسمع صوت، يخبط هنا يسمع صوت، عايز يسمع اصوات مختلفه، او الحته بتاعت الجلد قدامه عنده في صوابعه ديت ونفسه يحس فيها باي ملمس، عشان كده ماشي عمال يتخبط طول الوقت مثلا. يعني ده الاطفال اللي هم ايه بيعملوا لازمات من هذا النوع، او يشم كل شويه يقعد اي حاجه يحطها على مناخيره ويشمها، يشم الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه، ويشم الروائح المقززه، يشم الشوزات مناطق العقل، يشم البرفانات، يلعب بالشامبو ويشربه، ويلعب في الكيكي بتاعه ويحطه في بقه. ده عنده خلل حسي في العتبات الفارقه بتاع، والعتبه الدنيا او العتبه القصوى بتاعت حاسه الشم. عشان كده طول ما هو ماشي في البيئه هو مش مفضي نفسه انه يتعلم ولا يقلد حاجه، هو مفضي نفسه ان هو يقعد ايه؟ يقعد يشبع مخه اللي جعان ده، زي ما انت كده كنت عطشانه وجعانه جدا في رمضان، فماشي عماله تشتري في حاجات وعماله تعبي في حاجات، والحاجات دي ممكن تبقى مش مفيده اصلا بالنسبه لك، او انت ما يعني مسافه ما تجوع ما تفطري هتاخدي كميات قليله جدا منها وخلاص انت مش محتاجه، بس هو طول ما انت احساس الجوع عندك عماله تشتري. هو كده هو طول الوقت عنده احساس الجوع لمجموعه معينه من مستويات الطاقه او لانواع معينه من الطاقه، فعمال يلملمها يجمعها من كل حاجه، او تبقى عنده الخلل في العتبه القصوى فمستويات الطاقه حتى القليله بتضايق، فمع الاصوات يتضايق. ممكن يبقى بيقعد مع اخصائي تاني ما يرضاش يقعد معاه بسبب ان ده مثلا بيحط برفان معين هو بيضايق، او دوت ريحته عرق، او دوت بيستعمل ادوات خشنه او ادوات خشبيه، لكن ده بيستعمل مثلا معاه ادوات مش عارف ناعمه وطريه وكلها حنيه. هو بيبدا يكون علاقات مع الاخصائيين بناء على ريحتهم ولبسهم والادوات اللي بيستعملوها وما الى ذلك. لذلك احنا مثلا ايه بنقعد نقول فوق او الاخصائيين يعني لازم نلبس الوان ساده، يعني نلبس واحنا قاعدين الوان ساده، مش ما يكونش حاجه فيها زركشات بقى او الوان وبيبرق ونلبس المازات في ايدينا وحركات من دي. ايوه كده حبيبي، هو ده يا مسفر في محمر. فيفضل ان انا ابقى ايه طول الوقت قاعد ايه مع الطفل، ولا حاطط برفان ولا ريحتي عرق، ولا لابس حاجه فيها الوان كتير، تمام، ولا لابس حاجات اكسسوارات في ايديا بتشخلل وبتراق وبتعمل وحاجات زي كده. ليه؟ لان انا مش عارف الخلل الحسي عنده فين. طب هل اقدر مثلا اروح اعمل له قياس نظر وقياس سمع وبتاع واعرف الخلل الحسي عنده منين؟ اقدر اعمل كده؟ ما اقدرش. لا ما اقدرش. ليه بقى؟ لانه الخلل مش في الحواس، الخلل في ترجمه المخ للاشارات اللي بتنقلها الحواس. يعني انت تروح تعمل له قياس سمع يطلع سمعه زي الفل، تعمل له قياس نظر يطلع نظره زي الفل، ومع ذلك يقعد يبص لاي لمبه منوره كده، ويقعد يبص لحاجات من طرف عينه كده، ويقعد يبص من الجنب كده. مخه عايز يشوف الانوار والالوان والحاجات دي بطريقه مختلفه. الله يفتح عليك. ثلاث برامج دول اللي هم بيستعاملوا مع مستويات الطاقه اللي المخ بيستعملها، العتبه الدنيا والعتبه القصوى والعتبه الفرد. طيب وبناء عليه في عندي حاجه اسمها اطفال هايبو واطفال هايبر، اطفال هايبو واطفال هايبر. اطفال هايبو يعني ايه؟ يعني كل حاجه عندهم بيحسوها اقل من العادي، فممكن يقعد يعض في نفسه ويخبط في نفسه ويشم كل حاجه، حط كل حاجه في بقه، وده مش على كل الحواس، بيبقى على حاسه واحده، تمام؟ فهو اسمه هايبو. يعني ايه؟ يعني مستويات الطاقه عنده قليله خالص، فاي حاجه هو مش حاسس بيها، عشان كده عايز يستزيد منها، كل شويه يحط كل حاجه على مناخيره، ويحط كل حاجه، يقعد يخبط في كل حاجه، يقعد يعمل اصوات كتير. ده كده هايبو. طب وطفل هايبر؟ طفل هايبر يعني ايه؟ يعني هو كل حاجه بيلقطها بيحسها عاليه قوي، فانت من اقل شخطه ايه يحط ايده على وجهه، من اقل لمسه تلاقيه راح معيط ومصرخ ومصوت كانك يعني غزتيه بسكين. فده اسمه هايبو وده اسمه هايبر. طب هل الاطفال هايبو وهايبر بس؟ لا، ده هو اولا كل طفل بيبقى عنده حواس ممكن يبقى فيها هايبو وحواس ممكن يبقى فيها هايبر، وممكن نفس الحاسه مثيرات تبقى هايبو ومثيرات تبقى هايبر، او اماكن تبقى هايبو واماكن تبقى هايبر. يعني ممكن طفل بيعض نفسه لدرجه ان الجلد عنده هنا بات، يبقى كده ايه؟ هايبو ولا هايبر؟
هايبو، هو مش حاسس، فعشان كده طول الوقت عمال يستثير نفسه، تمام؟ في حين انه هايبر من كتفه، لو انت جيت تحضنه او تمسكه من كتفه يقوم مصوخ ومصوت ومصرخ وحاجات كده، او بيعض نفسه الناحيه الثانيه، او بيضرب نفسه كده. كده هايبو ولا هايبر؟ هايبو، كده هو عمال يستثير في نفسه جامد، هو بيعمل في نفسه كده. لكن لو انت عملت له كده، او جه هو لابس حاجه خشنه شويه، المفروض بقى يعني ان هو يبقى ده بيستحمل ده كله، يستحمل بقى حته حاجه خشنه، لا ما يقدرش يستحملها ويعيط ويصرخ ويصوت ويبقى مش قابلها. يبقى اذا الاطفال ممكن يبقى هايبو في حاجات وهايبر في حاجات، وممكن يبقى هايبو وهايبر في نفس الحاسه، بس على حسب المثير او على حسب مكان معين من جسمه. طفل مثلا يبقى هايبو للاصوات بتاعه الطرب، صوته بقى بيصوت كده، وهايبر لصوت الاذان، يسمع صوت الاذان يحط ايده على ودنه. طب ما انت طول الوقت عمال تعمل اصوات عاليه، هايبو مع اغنيه معينه، هو من ما يسمعها يستثار وعايزها وعايز يكررها كتير وعايز يعلي الصوت، وهايبر مع اغنيه ثانيه، مسافه ما يشتغل اعلان ثاني ولا بتاع يقعد يعيط ويصوت ويصرخ مش عايز يسمعه. طب ايه يا ابني ده؟ ما هو ده اغاني ودي اغاني، ودي نفس الودن وده نفس البني ادم، هل انت ملبوس؟ لا، بس هو ايه، هو عنده خلل في الكيمياء بتاعت الثلاث برامج دول، تمام؟ طيب دي كده اسمها خلل او شذوذ الاستجابات الحسيه. قلنا العلاج بتاعها بيكون ازاي؟ من خلال حاجه اسمها التقييم الحسي وغرفه التكامل الحسي على كل حس من حواسنا السبعه. احنا عندنا كام حاسه؟ بس هم في التكامل الحسي، في التكامل الحسي سبعه، اللي هم ايه بقى؟ 10؟ ماشي. ما هو يعني انت كده قلت الحاسه، الحس باللمس وده الجلد، ماشي. هو الاشهر او انا اللي مطلع عليه، يعني صراحه ما سمعتش عن 10، بس انا المطلع عليه او اللي موجود في معظم المراجع ان هم سبع حواس: شم ولمس وتذوق وسمع وبصر. دول الايه؟ الخمسه المشهورين. بعد كده في عندنا كمان اتنين اضافيين، حاجه اسمها الحس العميق والحس الدهليزي. الحس العميق ده اللي هو ايه؟ الحس بالضغط والحس المفصلي بتاع ان انا دلوقتي ايه؟ يعني انا دلوقتي مغمض عينيا بس حاسس ان دراعي ده مفرود ودراعي ده متنيك، صح؟ ليه كده؟ طيب ولو انا مغمض عينيا وحضرتك حاطه ايديك عليا كده، انا حاسس بايديكي. طب لو ضغطتي احس بالضغط، مع ان انت ما شلتيش ايديكي وحطيتيه، انت بس هي كانت ايديك الضغطه كده وبعد كده انا ضغطت كده، تمام؟ طب لو انا شايل كيس في الايد دي، في مثلا مجموعه ريش وكيس هنا وفي حته حديد، هبقى حاسس ان الحته دي ايه؟ اتقل من دي. دي كلها اسمها ايه؟ الحس العميق، اللي هو انا مغمض كده بحس بعضلاتي ومفاصلي وعظمي. عضلاتي ومفاصلي وعظمي، تمام؟ ده اسمه الحس العميق. طب والحس الدهليزي ده بتاع الاتزان، اللي هو لو انا قاعد كده اهو وحد لف بيا الكرسي كده، هبقى حاسس ان انا بلف مع اني مغمض. او لو انت راكبه كده ميكروباص وانت مغمضه عينيكي، هتحسي بالميكروباص وهو بياخد الحواديه بتاعت اليمين والحواديه بتاعت الشمال، صح؟ طيب لو انا قاعد كده وبعدين مربوط بحزمه كويس جدا في الملاهي، وبعدين الكرسي بتاعي في الملاهي ده بيلف كده يمين وشمال كده او بيلف لفوق وتحت، هبقى حاسس ان انا بلف ولا لا؟ حاسس باتجاهي سواء مع الجاذبيه ولا ضدها، وحتى لو في نفس اتجاه الجاذبيه بس لفيت جسمي كده، او انا في ميكروباص كامل فانا ما بتحركش لكن هو اللي بيلف بيا كده، هبقى ايه؟ حاسس برضه. ده اسمه الحس الدهليزي. انهي؟ الحس العميق ده بتاع الضغط على الجسم، الحس الدهليزي ده بتاع الاتزان، بتاع الاتجاهات وانا مغمض والاتزان وكده. يعني مثلا لما يكون في طفل ايه؟ مثلا ابقى عارف محافظ على اعضاء جسمي كده في الاتجاه السليم. في اطفال هم عندهم مثلا مشاكل في الحس الدهليزي في الاتزان ده،
انت لو بصيتي من مكان مرتفع بتحسي بايه؟ من فوق برج القاهره كده وبتبص تحسيش بدوخه كده ولا حاجه؟ لو عندك مشاكل في الحس الدهليزي القوي قوي يا فرد. لو لفيت سريع 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 مروح ده وقفت. في اطفال عندها مشاكل مثلا في الحس الدهليزي ده تطلع تمشي فوق سور البلكونه عادي ما تحسش بالخطر، ما تحسش انها ممكن تقع. تمام؟ يبقى طول الوقت عمال يتنطط من حاجه لحاجه وممكن يطلع فوق الحاجات يتسلق، هو مش حاسس بالخطر ولا حاسس بالارتفاع وانه ممكن يقع ممكن يتخبط، ده عنده مشاكل في الحس الدهليزي. او مشاكل في الحس العميق، هو طول الوقت عايز يمسك اي حاجه يحضنها، يضغط على الحاجات مثلا، او بيتضايق من اي حاجه يلبسها، يلبس اي حاجه ضيقه كده يبقى عايز يقلع، يخش اي مكان يقلع الكوتشي بتاعه، مش عايز، عايز طول الوقت يبقى حافي. ده يحس عميق، يحس بالتلامس، هو احساس اللمس مضايق، عامه احساس القفله على رجليه مضايق، حاجه من الاثنين. فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ القايمه الحسيه، ونعرف كده الولد دوت ممكن يكون واقع في ايه، مش واقع في ايه، وبيبدا يخش غرفه التكامل الحسي. طيب يبقى كده اول مجموعه اعراض يا شباب كانت ايه؟ قصور الايه؟ التواصل اللفظي وغير اللفظي. تاني حاجه التقليد. تالت حاجه الشذوذ الاستجابات الحسيه. رابع حاجه الانفعالات. شايفين الوش ده كده؟ ده مركز الانفعالات. الانفعالات ديت بقى اللي هي ايه؟ ان انا ابقى مبسوط او ابقى متضايق، اكشر، اضحك، اعمل مش عارف ايه بوشي، الحركات دي كلها. طيب احنا في عندنا برضو قلنا ان ربنا عامل ويندوز كده لدماغنا ديفولت، فعندنا مثلا الاحساس بتاع مستويات الطاقه، عندي حاجه عتبه دنيا وعتبه قصوى وعتبه فارق. طيب في الانفعالات عندي برنامجين في المخ شغالين طول الوقت، طول الوقت هما بيستقبلوا بس مواقف وبيتعاملوا معاها. البرنامج الاولاني اسمه برنامج تقدير نوع الانفعال المناسب، البرنامج الثاني اسمه تقدير درجة الانفعال المناسب. برنامج نوع وبرنامج درجة. ايه برنامج النوع؟ برنامج النوع ده يخليني وانا قاعد لما يحصل اي موقف ابقى مقدر ايه الانفعال اللي ينفع مع الموقف. فلو انا قلت نكتة، البرنامج بتاع تحديد النوع يقول لحضرتك ان الانفعال المناسب هو ايه؟ الضحك. طب لو شخطت فيا او زعقت لي او ضربتني، البرنامج اللي في دماغي اللي بيحدد لي نوع الانفعال يقول لي المفروض ان انت تعمل ايه؟ تعيط. طب لو شفتك شايله طفل تاني ومش شايلاني انا، البرنامج اللي في دماغي يخليني اعمل ايه؟ اغير واجي، وهو مش محدش علمه الكلام ده كله، دي برمجه، هو اتولد متبرمج على هذا الاساس. تلاقي الطفل بيغير، بيضحك، بيعيط، بيبين انه اتضايق، بيبين انه زهق، كل ديت تفاعلات مع المواقف ومخه بيبدا يترجمها وبيطلع انفعال مناسب، والانفعالات بتطلع بشكل تلقائي غير متعلم. تمام؟ ده اول برنامج. طب تاني برنامج، برنامج اسمه درجه الانفعال. فمثلا على سبيل المثال حضرتك مثلا ايه؟ في مكان مقفول امان، واحده صاحبتك وبتضحكك، فانت هتعملي ايه بقى؟ تضحكي ضحك بقى براحتك بقى وبكركري زي ما انت عايزه. طب نفس الصاحبه في نفس المكان بس احنا في عزم وقالت لك حاجه تضحكك، هتقعدي برضه كده وتجيبيها في الاخر؟ ولا ساعات بتطلع انت عندك اضطرابات انفعاليه. طيب فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انا ببدا اعمل كنترول على الضحكه شويه. ها؟ طيب حد شخط فيكي وانت قدام الناس ممكن تمسكي نفسك لحد ما تروحي في مكان، طب حد مش عارف انت افتكرتي حاجه ومع نفسك ومفيش اي حاجه تكنترول النكد بتاعك، ممكن تعيطي وتصوتي براحتك مفيش مشاكل. فده اسمه تحديد درجه الانفعال. حد دخل علينا فقلنا له ايه على فكره؟ فاتك جزء مهم جدا. فيروح قايل يا لهوي فاتك جزء مهم. الانفعال هنا مناسب من حيث النوع، انه يزعل، بس مش مناسب من حيث الايه؟ من حيث الدرجه. يبقى معنى كده ان انا عندي برنامجين شغالين، برنامج نوع وبرنامج شده، برنامج نوع وبرنامج درجه. قلت في لطيف لذيذ دمه تقيل كده سمج، فحد راح قال وحد بقى ايه؟ انا رزوه وجايبها من قلبه بجد.
الانفعال مناسب من حيث النوع لكن غير مناسب من حيث الدرجه، يعني حتى لو كده هتضحك جميلني يا راجل لكن مش للدرجه دي. ماشي يبقى ايه دول برنامجين طول الوقت شغالين. طب عرفنا منين ان هما برنامجين؟ عشان لقينا ان في عندنا من اطفال الترهل عنده قصور في احد البرامج دي او في البرنامجين، فعنده قصور في برنامج النوع، فاحيانا تشخطي فيه يضحك، تشخط فيه ها 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 زهق من الجلسه، الجلسه طالت يضحك، مع ان المفروض ايه يتضايق، يبين انه متضايق. تمام؟ او مثلا انت تزغزغيه يا بت يا بت يقوم معيط. طب كده انفعال غير مناسب من حيث الايه؟ من حيث النوع. واحيانا يكون غير مناسب من حيث الدرجه، قاعد بيلعب وحضرتك تقومي واخده منه اللعب يعيط ويرمي نفسه على الارض ويخبط دماغه ويضربك ايه يا عم انت ده؟ مناسب من حيث النوع يزعل، لكن غير مناسب من حيث الدرجه. او تيجي مثلا انت تضحكيه في اول الجلسه وتكون دي عباره عن يعني اللعنه اللي انت ابتليتي نفسك بيها، هو طول الجلسه بقى مقضيها ضحك 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 بسبب وبدون سبب، يبقى ده كده اسمه قصور من حيث الدرجه. يبقى كده في عندي ان ممكن يبقى الانفعال غير مناسب من حيث النوع، واحيانا يكون غير مناسب من حيث الدرجه. طب واحيانا بقى، يبقى كده دوت اول شكل من اشكال الاضطراب عند اطفال التوحد في الانفعالات، انه غير مناسب للنوع فاشخط فيه الاقيه بيضحك او يزهق فيضحك يعمل انفعال غير مناسب، او غير مناسب من حيث الدرجه، ده ثاني شكل من اشكال الاضطراب. طب ثالث شكل من اشكال اضطراب الانفعال، انفعال غير مرتبط بالواقع، يعني بقى كده مع نفسه يضحك بدون سبب او يعيط بدون سبب او يتقلب من ضحك لبكاء او من بكاء لضحك برضو بدون سبب، واحنا ما نعرفش ايه السبب كده. تمام؟ طيب هنا الولد بقى لما تبقي قاعده معاه في جلسه او تلاقيه بيضحك على حاجه ما ينفعش ان هي تضحك اصلا، فانت بقى تقولي ايه؟ ده هيجيب اي ادب، مش متربي، مش عارف ايه، في حين ان هو يا عيني هو عايز يقول لك انا زهقت بس طلعت منه انفعال عكسي، او عايز يقول لك انا بحبك بس راح مصرخ في وشك، يعني هو عايز يعبر عن انفعال معين بس عقله بيديله انفعال تاني، عشان كده هو طيب جدا عايز يقول لك مثلا انا بحب اللعبه دي فيقعد يضحك وانت مش فاهمه هو بيضحك على ايه، لدرجه ان انت تفتكر ان هو ايه يعني بيستهزئ بيك يعني ولا حاجه، او انت مثلا تيجي تشخطي فيضحك فتفتكري ان هو بيستفزك، هو اصلا قاصد يبان زعلان بس طلعت منه كده غصب عنه، يبقى دوت انفعال من حيث النوع غير مناسب او من حيث الدرجه، انت تشخطي فيه او تقولي له حاجه معينه او بتاع فتلاقي عيط وصوت وصرخ، فانت تقولي دوت متدلع، في حين ان هو عيني مش متدلع، ده هو الابلكيشن اللي في دماغه اللي بيظبط له الدرجه بتاعه الانفعال بما يتناسب مع الموقف ضار متفيروس، فعشان كده هو بيخش في نوبات غضب غير مبرره، بيخش في نوبات ضحك غير مبرره، او مبرره ولكن مبرره للحد الادنى مش للحد الاقصى اللي هو عمله ده كله. يبقى دوت عدم تناسب الانفعال من حيث النوع او من حيث الدرجه او من حيث عدم تماشي مع الموقف اساسا اللي موجود. تمام؟ طيب دوت اسمه قصور الانفعالات. تمام؟ طيب تعالوا كده نبص على هذا الفيديو. بص يا فندم، شايفين ولا مش شايفين؟ طيب الفيديو ده ايه اللي حصل فيه؟ جاي لحضرتك في طفلين تقريبا اعمارهم يعني لا تتجاوز الايه الست شهور، يا دول قاعدين كده، وبعدين
مامتهم وهي بتصورهم عطست، هما الاثنين توأم. مامتهم وهي بتصورهم عملت ايه؟ عطست. فراح واحد عمل لها هفو. الثاني بقى شاف الحركه، عمل لها بقى ازاي؟ هفو 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 هفو، وقعد يقلدها كذا مره ورا بعض. خدتوا بالكم؟ طيب مين اللي علم الاطفال في السن ده ان هي تقلد حركه؟ محدش. طب دول توأم، يعني المفروض ان هم يكونوا ايه؟ توأم متطابق كمان. المفروض ان هم كانوا الحركه يقلدوها زيهم زي بعض. لا ما عملوش كده، ده واحد قلد الحركه مره واحده، واحد قلد الحركه ايه؟ خمس ست سبع ثمان مرات. طب ماما قالت لهم يقلدوا؟ لا ما قالتش، هم اللي قلدوا منهم لنفسهم. يبقى الفيديو دوت مثلا بيشير لقدره الانسان على التقليد بغض النظر عن سنه، ان هو سنه صغير خالص. والمدى اختلاف والفروقات ما بين الناس في قابليتهم للتقليد. يعني بيبقوا اتنين اخوات متربين في نفس البيئه وتوأم وشخصياتهم مختلفه، ده بسبب ايه؟ بسبب الوسط اللي حواليهم والبيئه؟ لا، ما هي كده البيئه واحده. طب بسبب ايه بقى؟ بسبب الوراثه؟ ما هي برضو الوراثه واحده. لكن هو الاختلاف في وظائف الجهاز العصبي اللي هي ايه؟ كل واحد فينا كده وظائف الجهاز العصبي بتاعته بتخليه يقلب نماذج اكتر من نماذج تانية، وتخليه يتعلق بحاجات اكتر من حاجات تانية، وتخليه اكثر قابلية لان هو اي حاجة يشوفها يقلدها مرة واثنين وثلاثة، او يقلدها مرة واحدة ويزهق، اللي هو حد روتيني وحد غير روتيني. يبقى مثلا فيديو زي كده بيعرفنا مسألة الايه؟ مسألة التقليد. طيب تعالوا نشوف هذا الفيديو بقى. تثير الدراسات والابحاث ان مشاهده الاضرار من الاطفال الذين يقضون الساعات المروجين لهم. Thank you.
شوف الفيديو ده، ده اللي بيورينا برضو اثر الايه، اثر التفاعل الاجتماعي مع الطفل من عدمه، وان هو حتى بعد كده لما بيخرج للدنيا فاكر ان الكرة هتتحرك بالايه، بالاتاري. تمام. طيب ده كده ايه، ده كده ال لحد شذوذ الانتجابات الحسيه ومشاكل الانفعالات. طيب اخر حاجه بقى طلعنا، او الحاجه اللي قبل الاخيره، ليه عملنا كده؟ ليه اسمها مشاكل القدرات العقليه؟ ايه بقى مشاكل القدرات العقليه دي؟ بيقول لحضرتك انه 70% من اطفال التوحد عندهم توحد مصحوب باعاقه عقليه، 30% بس هو اللي عنده توحد وطبيعي او درجه ذكاء طبيعيه. طبعا دوت على عكس ما يروج ليه ان اطفال التوحد دول عباقره، او بعض الناس التانيه بتبقى شايفه ان التوحد ده خلاص يبقى الواد مفقود منه الامل، وده كده هيبقى متخلف ومعاق وعايز يتعلم طول العمر ومحد يبقى معاه. هو لا كده ولا كده، هو فيهم اطفال كده وفيهم اطفال كده، يعني فيهم اطفال 70% توحد مع اعاقه عقليه، لكن في 30% توحد غير مصحوب باي اعاقه، عادي جدا. هو توحد من حيث انه عنده ضعف في القدره على التقليد والتفاعل الاجتماعي والتواصل و لكن قدراته العقليه وذكائه شغال. طب ده حياته عامله ازاي ده؟ هنشوف كده فيديو يوضح لنا ده. لكن المهم ان احنا عرفنا انه كقدرات عقليه عامه 70% من التوحد عنده اعاقه عقليه، 30% قدراته العقليه ممكن تمشي في الاطار الطبيعي. طيب 100% من اطفال التوحد عندهم القدرات البصريه اعلى من القدرات السمعيه. يعني ممكن اقول له اسمك ايه؟ يقول لي اسمك ايه؟ مش قادر يفهم حتى السؤال. في حين انه قادر على انه يركب بازل من 30 قطعه بعد ما علمه له مره واحده بس مثلا، يعني فده ايه؟ ده كده ادراك بصري مرتفع، وده اللي اعتمدوا عليه، او دوت اللي اعتمدنا عليه في وضع كتير جدا من برامج التوحد زي برنامج تيتشو وبرنامج بيكسو والبرامج بتاعت ايبلز ولوفس. دايما هتلاقي فكره الكروت، فكره المجموعات الضمنيه والكروت والصور. طب اشمعنى دوت؟ عشان يعني هي متوفره وادوات وبتاع؟ هي بقت ادوات ومتوفره مخصوص عشان خاطر احنا لقينا ان اطفال اضطرابات التوحد بيتعلموا بالقدرات البصريه او النظر افضل بكتير جدا من الايه؟ من السمع. طيب وعندك بقى كمان حوالي 3 في الالف، يعني كل 1000 طفل طلع منهم 3 عندهم حاجه اسمها قدرات استثنائيه. يعني ايه بقى قدرات استثنائيه؟ قدرات استثنائيه يعني هو قادر على حاجه احنا ما نقدرش عليها. زي مثلا يعني ده حلقه اول من اول الحالات اللي انا اشتغلت معاه، يعني سنه اولى شغل تربيه خاصه، الكلام ده من سنين، يعني كان مثلا كان 2008 او 2009 حاجه كده. كان طفل اسمه محمد مجدي، ما نساهوش ده لحد دلوقتي. محمد مجدي ده كان طفل بيقعد واحنا بنبدل الجلسات مثلا وحاجات زي كده، وهو قاعد بيسمع قناه المجد للقران الكريم، لقناه المجد للحديث الشريف كامله، كانت لسه طالعه القناه دي. يقعد في الوقت الفاضي كده تلاقيه يقول لك عن ابي هويره رضي الله عنه ان رسول الله، قايل الحديث متن بسند لحد ما يقول لك رواه احمد والترمذي واخرجه ابو داود، ويقوم قايل الحديث اللي بعده. هو حافظ الاحاديث اللي بتتقال في قناه المجد كلها،
في حين انه مش فاهم ولا جمله. ان شاء الله دي قدره استثنائيه، ان هو بمجهود قليل جدا او ممكن بدون مجهود يبقى قادر على ان هو ايه، ان هو يعمل حاجات. في حد انا بثق فيه قال لي ان هو تعامل مع طفل بيستطيع قراءه الافكار، ده حد انا بثق فيه جدا يعني استاذي في المدرسه، قال لي بتعامل مع طفل هو المجرد ان هو بيمسك ايد اي حد كده بيروح قايل له هو بيفكر في ايه، يعني يقول له ايه عربيه حمراء، يطلع فعلا بيفكر في العربيه بتاعته ان هي بايظه عايز يوديها يصلحها مش عارف ايه، فضايح ده خطر على الاخر. تمام. في طفل تاني برضو في بدايه شغلي ده اتعاملت معاه، ولد اسمه مصطفى عبد السلام، ده على اسمه. الولد ده كان عنده من غير ما حد يعلمه كان عنده قدره رهيبه على انه يمسك اي قطعه صلصال في اقل من دقيقه تلاقي ايده بتعمل كده، يعمل لك منها شكل متقن، مره فيل مره ديناصور مره تمساح كده، لا انت تطلب منه فهو يعمل ولا هو حد علمه، هو بيمسك اي قطعه صلصال كده فيروح عمل كده وراح سابها من ايده كده وعمل كده البتاع طالعه شكل متقن بشكل ولا كان نحات عمل. تمام. في ظاهره كمان موجوده ودي بقى مؤسس ليها وليها مجموعه من الدراسات، حاجه اسمها الهايبرليكسيا. ايه الهايبرليكسيا دي؟ احنا نسمع عن الديسلكسيا، الديسلكسيا دي صعوبات القراءه، لا دي بقى حاجه اسمها هايبرليكسيا. الهايبرليكسيا دي ايه بقى؟ القراءه بدون معلم، يعني طفل كده يبقى عنده 4-5 سنين تحط قدام منه اي نص مكتوب يقراه وهو ما حدش علمه القرايه اصلا، مصحوبه بعدم فهم القراءه. كان الموضوع ده برضو عند محمد مجدي الولد اللي انا حكيت لكم عنه في الاول، كان عنده الذاكره السمعيه رهيبه جدا وكان هايبرليكسي، تحط قدام منه اي نص يقراه وهو مش فاهم اي حاجه، يعني مثلا تكتب له كلمه ايه سقف هو يقراها سقف لكن ما يفهمش ان هو مطلوب منه انه يسقف ولا يعمل ايه، يعني مثلا ايه اسمك ايه هو يقراها يقرا اسمك ايه لكن ما يعرفش يقول اسم محمد مجدي مثلا. ولا جيشتلت ولا بتاع، الواد عنده 4 سنين لسه اصلا ما كانش خد الحروف كلها، ما تعرفش جابها منين. على ما يبدو ان هو لما كان بيقعد قدام قناه المجد للحديث فكان بيحفظ وهم بيقولوا الحديث مكتوب، فتعلم القراءه كده، ما حدش علمه الف ب واحد اثنين وهو فتحه وكسره وضمه، تعلم القراءه كده هايبرليكسيا. طيب في ولد تاني ده كان معايا بقى في المركز بعد ما فتحت في مدينه نصر، الواد ده كان بيعرف يستشرف احداث بتحصل في نفس الوقت مش يتنبأ، يستشرف. تنبؤ دي ان انا اقول حاجه هتحصل وهي لسه ما حصلتش، انما الاستشراف ده ان انا اكون قاعد هنا واقول لك ايه في حادثه حصلت دلوقتي على اول الشارع، وهوب انت تعملي تلاقي ان فعلا في حادثه حصلت على اول الشارع، ده اسمه استشراف، اللي هو انا في نفس المكان في نفس الزمان لكن في مكان مختلف قدرت اعرف حاجه حصلت هناك. الولد ده كان اسمه محمد عماد، الولد ده كان عنده المساله بتاعه الاستشراف دي وحصلت معانا اكتر من مره، ومامته كانت بتخاف جدا ان اي حد يعرف، يعني مره مثلا قاعد كده معانا وفي غير الوقت المنتظر ان مامته تيجي فيه قبلها بحوالي مثلا ساعه ولا حاجه، لسه ميعاد جلسته ما خلصتش كنا كمان راعينها ريت، قاعد يقول ايه ماما ماما جايه ماما سلم يا ابني مامتي ايه لسه شويه مفيش اقل من دقيقتين، ولقينا مامته ايه نبض دور خبط صدفه، مع ان هي صدفه غير مبرره، يعني لو اعتبرناها صدفه هي غير مبرره لانه مش واخد ان امه بتيجي في الوقت ده اصلا. وفي مره ثانيه راح قايل ايه خالته عربيه خالته عربيه وسكت كده، حاجه برده مش متعود ولا عنده ايكولالي ولا اي حاجه. لما جت مامته تستلمه جت متاخره اكتر من حوالي ساعه الا ربع، في ايه يا ست الكل معلش اصل اختي عملت حادثه وكنت معاها في المستشفى. عرف منين بقى ان خالته خبطت عربيه في الوقت ده؟ وقيس على كده كذا موقف على نفس السياق، حاجه يروح قايل عليها دلوقتي وبعدين هوب نكتشف ان هي كانت بتحصل في نفس التوقيت في مكان تاني على بعد كتير مني، يعني مش تحت البيت مثلا ولا سمع صوت ماما وهي طالعه من على السلم ولا الحركات دي خالص، لا كل دي كانت احتمالات مدروسه ومستبعده. تمام. طيب شيرين مبدعة التوحد، عارفينها؟ سمعتوا عنها او شفتوها قبل كده؟ طيب
تعالوا نبص على جرين. الكثيرون يعتقدون أن من مخاطر الفيسبوك هو جهلنا للشخص الذي نكون معه صداقة، لكن عند البعض جهل الهوية هي نعمة له تساعد في التجول في هذا العالم الافتراضي بلا قيود ولا عوائق. شيرين مريضة توحد تغلبت على وحدتها عبر صداقات أنشأتها في هذا العالم الافتراضي، ولكن كيف كان شكل عالمها من قبل؟ والله يتغير كثير، لا هي بدلها العالم مغلق. حياتها اختلفت بعد انتسابها لمدرسة الوفاء التي ساعدت في تنمية قدراتها وتحويلها إلى إبداعات في مجالات متعددة. أول شيء ما كانت تتقبل الطالبات، وكان في شوية مشاكل عساسيات، طالبات من عمرها يعني من نفس العمر الزمني، بعدين بالعكس كثير كونت صداقات وتساعد بالصف. اجت أبلكوني اشتغلت مع أبلكوني، وأبلكوني شافت إنه شيرين عندها قدرات وإنه شيرين ممكن يعني يطلع منها أشياء كثيرة. أقامت شيرين أول معرض لها يضم لوحات فنية وأشغالا يدوية أنجزتها خلال تدريباتها في المدرسة. شيرين ترسم فوق المي وأشغال يدوية وتدبير منزلي. يمكن أول شيء أول يومين كنت أستخدم الكتابة يعني بالخطوات تمشي فيها، بس من ثالث يوم بديت عمليا تشوف شغلة عملي أنا بدي أسويه هي تقلدني وتسوي نفسها وأرتب من عندي صراحة. برهنت شيرين أن ذوي الاحتياجات الخاصة قادرين على التعلم والإتقان إن توفرت لهم الظروف الملائمة والبيئة المناسبة. لصباح الخير يا عرب، عمر ركابي. طيب بنتي دي شكلها كده عندها أي مشاكل؟ شكلها عادية صح؟ مثل ما أنتم شايفين صارت معنا في الاستوديو شيرين هلال، طالبة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات. صباح الخير شيرين. صوتة. أولها هو بدأت تطلع، بدأنا نلاحظ إيه اللي عليها ظهر كده. عايزين كده نركز عشان أسألكم أقول لكم إيه اللي إحنا من الأعراض قلناها لاحظناها شو. وأيضا معنا السيد شريف هلال والد شيرين. صباح الخير. عاطف هلال. لسه مكتوب قبل غلط. عاطف، السيد عاطف هلال والد شيرين. صباح الخير. صباح الخير. أول شيء شيرين كم عمرك؟ 24 سنة. 24 سنة. أنت كان عندك توحد ولا الحين ما عندك؟ توحد. خلاص ولا لحد؟ خلاص. راح. راح. علموها هذا الشيء. مصرية توحد. كانت تقول إن كان عندها توحد أو كان عندها توحد. أيوة. هذا الشيء يتم تعليمهم إياه في المدرسة؟ لا، هي كمان عملت بحث عن أشهر الناس اللي عندهم توحد، والأول مرة أنا عرفت من خلال البحث اللي عملته على الإنترنت إن بيل جيتس ومثلاً أينشتاين. أيوة، وفان جوخ كان عندهم توحد. وهي عملت عملت الريسيرش عن طريق الانترنت. الانترنت هو عالمها للمعرفه. وتدخلين على الانترنت بسهوله شيرين؟ ايوه، وعندها التواصل المصريه، عندها كمان فيسبوك. لا انت عندك فيسبوك ولا فيسبوك؟ اسم مين؟ ياسمين وايدة. مسجلة؟ أيوة، عندها فيسبوك وتم التواصل بينها وبين إخواتها وكذا. ما عندها أي صعوبة يعني، يمكن هي الكتابة عن القراءة والكتابة عندها أكثر من الحديث. طبعا طبعاً التوحد ده الحديث يعني يكون صعب، ولكن القدرات الأخرى تكون متنامية بشكل. بس هي طبعاً من خلال العمل الجاد مع الحالات اللي زي كده والمعرفه بالحاله والاعتراف بيها،
اهم حاجه الواحد يعترف. هذه نقطه مهمه جدا جدا انك انت تعترف بان بعض اولياء الامور يكابرون يكابرون ويخبوا الاطفال دي ويمنعوهم من المجتمع، وده طبعا ظلم للاولاد. صح، يعني لا ذنب لهم ولا ذنب لكنهم موجودين، ولكن هم موجودون واقع، فانت تنكر الواقع شيء مش صح. هذه جريمه ترتكب في حق هذا الجريمه. وللاسف شديد المجتمعات الشرقيه ما عندها الوعي. نعم صحيح، يمكن يكون في عند البعض ليس هناك وعي، لكن انت عملت العكس، انت اشتغلت في شيرين واعطيتها الثقه وكانت النتيجه هذه الابداعات. شيرين شيرين انت عملت كل هالاشياء كلها انت عملتيها بايدك؟ ايدك هاي هي عملتها. كل الاعمال دي هي اللي هذه والله ما اعرف يعني هذا يعني زي بازه كده بس معموله من مخلفات البيئه. اها هذه الخضره اللي شفتها هذه الخضره هذه من مخلفات البيئه. هي اللي هي اللي عامله كل الاعمال دي اللي موجوده ده المصرية هي اللي عاملها، وده كمان دليل لغايه مع الماء ده. وفي اعمال من هم دول انت اكتشفتوا هذه المواهب ولا المدرسه اللي هي فيها اكتشفت؟ لا والله هي مرت بكذا مرحله، كل استاذه في قلب المدرسه تركت بس على شيرين، بدل من استاذه يسرية والاستاذه رانيا والاستاذه عايده، يعني كل دول اساتذه تركوا بصمات على شيرين، مش انا بس، ده المدينه كلها، المدينه كلها تركت بصمات على شيرين. وكان نتيجه البصمات هي ان المدينه تشارك الخدمات الانسانيه. هذا اعتقد يعني منارة مضيئة يجب نوجه لهم أكثر تحية على كلمة. ونشكر جدا الأستاذة جميلة والأستاذة منى عبد الكريم وكل الأساتذة اللي ساهموا في إن شيرين توصل للمرحلة. كل الشكر لك سيد عاطف هلال والد شيرين. شيرين شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. 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 مشاهدينا راح نشوفكم إن شاء الله بكرة وغدا نلتقي إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب. لاحظنا شيرين؟ ايه بقى اللي شفنا عليها؟ حاجه نوع الامتحان حلو قوي، لاحظتي بايه؟ ان هو لها ازايك او بيسال عن حاجه فهي ضحكت كده كده ضحكه غريبه. ماشي جميل، استني هسالك على حاجه ثانيه. قول يا ابو حميد لاحظت ايه؟ في ايه بقى؟ تردد الكلام دي كلها ليه؟ جميل، قول يا كابتن علوش. والحواس اول ما والدنا لمسها في الاول فهي شدت ايديها، ما عندها مشكله استجابات حسيه. جميل، قولي يا استاذه عليا. عندها اعاقه عقليه مع التوحد والايكولاليا بتاعتها، يعني باين عليها الاعاقه العقليه. باين عليها الاعاقه العقليه في ايه بقى؟ في كله ده، مش عارفين حتى ياخدوا البرنامج، يعني هم قصروا الحديث. انا متاكده ان الحديث اطول من كده، هم يا دوب اختصروا 5 دقايق وعايزين يقولوا ايه اللي جاب دي هنا، وقامت وقفت كل تصرفاتها. هنعد ايه؟ يعني عندها سلوكيات اجتماعيه غير مقبوله توصل. كله عايزه الخمس دقايق بتاعتها فيديو كده يتسجل ورقه وقلم، كل حرف نطقته كل تصرف يتكتب. طيب ماشي يا استاذه عاليه، جميل جدا. حد يا جماعه تاني كده عايز يقول لنا على اعراض لاحظها؟ تنزل لنا بس الفيديو تكليف، هكتب لك كل حاجه. عيني عيني. قول يا فندم. في تغيير جلوكوز هو فتاه مصريه توحد، فهو يقول ايوه ايكولاليا مؤجله، اللي هي ايه؟ اللي هي فتاه مصريه توحد، دي كانت بتسمعها في المركز. تقليد غير موظف. ايوه تقليد غير وظيفي، صح، الله يفتح عليك. هايل جدا. كانت عندها نظره جانبيه كده اللي هي جزء استجابات حسيه برضه. جميل. الله يفتح عليكي، كان عندها ثبات في النبره الصوتيه واللي اسمها النبره الرقميه، اللي هي يعني مثلا بيقول لها انت عندك كام سنه؟ قالت له 24 سنه، تحس ان هي لسه هتتكلم هتقول حاجه ثانيه، في كمبيوتر اللي بينطق مش هي. فديت اللي هو اسمه ايه؟ قصور تواصل غير لفظي. جميل، الله يفتح عليكي والله، شويه ملاحظات جميله. ها يا جماعه ايه كمان؟ محدش من بتوع الاونلاين عايز يبل رقنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. كله في المطبخ. ها حد هيقول حاجه؟ استاذه عاليه قالت. اتفضلي يا استاذ عبير.
ايوه دكتور، انا مش هقول حاجه عن الشخصيه لان ما شاء الله الزملاء يعني فسروا في تفاصيلها كتير، ولكن انا بس في نظره عامه دايما ببقى نفس الاعلام او اللي بيتكلم عن الاشخاص دول سواء في المدارس او احنا كاشخاص، يعني في ناس بتصنفهم بشكل ساخر او كوميدي، يعني دايما لما نحب نضيف لمسه كوميديه في اي مشهد مدرسي او مشهد سوء او اي حاجه، نجيب طفل من دول اللي هم الاطفال اللي عندها المشاكل دي او الشخصيات دي ونبدا نعمل منها هي دي الضحك بتاع الموقف نفسه. يعني البنت مثلا ما شاء الله عليها ذكيه جدا، فيها نقاط ايجابيه كتيره جدا، ولكن المجتمع اللي حواليها يعني انا مستشارة في لحظات كتيره كان بيصنفها ان هي مريضه عقليا او ان هي يعني حتى سوي، يعني لو كانت حتى مريضه عقليه ما هو برضه حاجه مش من ذنبها، ليه اجيبها او اجيب شبهها واصنفهم ان هم دول ماده الكوميديا في اي حته في الدنيا؟ يعني حتى لما بنقابلهم في المدارس المفروض نقابلهم بلقطة من ان انت طفل مرغوب فيك، ان انت حتى كالأسرة ما يبقاش في اسقاط عليهم ان انتم يعني مادة ضحك او مادة سخرية. الموضوع ده فعلا بحس ان هو للأسف الشديد منتشر وخصوصا في مجتمعاتنا العربية، وهو مؤلم جدا بصراحة، لان الطفل في الاول وفي الاخر هو خلقة ربنا، يعني هو ما هو ذنبه ان هو طلع بالشكل ده. صحيح، دي الله بس يبارك عليك. كانت المفارقة اللي أنا كنت حابة أضيفها، لأن بصراحة البنت يعني توجع القلب، يعني هي كبيرة ما شاء الله في السن وواضح إن هي شخصية كبيرة وناضجة وبتحاول إنها تستفيد، بس يعني خارجة عن إرادتها إن هي تبدو في النهاية شكلها يعني مش شخص عادي. صحيح، يعني هو خلينا نقول ان احنا هنفترض احسان الظن مثلا، نقول ان هم مطلعينها في البرنامج على سبيل ان هم يقولوا ان ايه، لا الاطفال ديت يعني لا الشغل معاها هو بيخليها البرنامج ناجحه انا في شايفه، المجتمع وعامله معرض وعندها منتجات وحاجات زي كده، بس وارد طبعا يكون بقى في ساعة تفسير طبعا من بعض بالظبط الاشخاص يعني. بالظبط. يعني وازاي الناس دي بتتراجع بدل ما تتقدم. كمان ليا سؤال يا دكتور، هل يعني حضرتك مخصص المحاضره بكلمه طيف توحد؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الطيف نفسه، ده معناه ان في حاجه تانيه اسمها توحد درجاته اعلى من الطيف اللي بنتكلم عنه النهارده، ولا هو ده المعنى بس احنا بنسميهم كلهم كده طيف؟ لا ده اللي احنا هنوضحه ان شاء الله. انا بس ايه الاول بدأت بالاعراض الشائعة، لان احنا في عندنا منهم انواع وفي عندنا منهم تصنيف قديم اللي هو اضطراب نمائي شامل غير محدد اسمه توحد كلاسيكي، وفي المسمى الحديث في الدي اس ام 5 اسمه طيف توحد. فبس لو كنت دخلت في الاول كده مصطلحات ودي اس ام 4 لا 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 و5 وبتاع أبدا، كنا هنتلخبط. بس فالاول نفهم الاعراض كلها وبعد كده نبدأ نقول بقى اللي عنده كذا ده بيبقى كذا واللي عنده كذا ده بيتسمى كذا تمام، وعلى لأن الكلمة دي شائعة أوي دلوقتي. مثلا ما ألاقي مثلا أي زميلة في المدرسة يعني خبرتها أقول 5% في قارية كتاب أو أي حاجة تقول لك الطفل ده عنده لمحة توحد أو طيف توحد، فده الكلمة دي لا يعني طبعا فعلا تشخيص غير دقيق، مفيش حاجة اسمها ولا سمات توحد ولا أها عنده شيء من التوحد، هو يا توحد يا حاجة تانية. برضه ده أوه. هنقوله إن شاء الله ونفسره بالتفصيل. طيب حلو طيب جدا يا دكتور. سؤال بارك اخر الله معاك فيك. اخير، اللي هو طفل التوحد هل في اسباب علميه او مثلا نوع تغذيه، جواز الاقارب، حاجات كيميائيه في البيئه بتكون سبب في ان هم الاسره بقى عندها طفل توحد؟ وسبب يعني ان حاسه ان هم مؤخرا في الاجيال الجديده بقوا ظاهرين اكتر من الاجيال القديمه، ولا هو ده، ولا كانوا موجودين من زمان بس ما كانوش باينين؟ يعني في اسباب للموضوع ده ولا دي حاجه سبحان الله؟ يعني هنقول يعني هو كل برضه هنتكلم الاشياء بامر النهارده ربنا سبحانه وتعالى، لكن بسال على هل في امكانيه ان احنا نحافظ على اجيال صحيه سليمه، ولا هو سبحان الله ده حاجه او خارج عن ارادتنا؟ لا لا هنقول ان شاء الله برضو حاجات، يعني مش هنقول ان هي الاسباب المباشره لكن هنوضح، لان هو في نظريات كتير حاولت تفسر اسباب الاصابه بترابطه التوحد، فمش هنسترد الاحداث، هنقول دوت كمان يعني ما فيش 10 دقائق وربع ساعه كده وهتلاقينا جينا له. عينيا. ماشي طيب ماشي. استاذه سما اتفضلي. يا استاذه سما دكتور معلش بس كنت عاوزة أسأل سؤال. اتفضلت. هو كان ظاهر في البرنامج إن هي بتقول إن هي كان عندها توحد وخفت، هو مش المفروض إن التوحد من الأمراض من الأمراض العقلية اللي ما بتروحش أو ما بتخفش؟ هو مش مرض عقلي، هو خلينا نقول ان هو اسمه اضطراب نمائي او اضطراب عصبي وما بيروحش. ما بيروحش، الجمله اللي هي قالتها لا يعتد بيها، يعني هم مثلا ممكن يكونوا بيقولوا لها من قبيل رفع معنوياتها، من قبيل ان ما حدش يتهكم عليها، او لو حد قال لها مثلا كده تقول له انا خفيت مثلا يعني، لكن طبعا هو واضح عليها ان هي في لسه اعراض مكمله معانا ومستمره. فطبعا هو من الاضطرابات التي يعني لا يرجى برؤها، ولكن
الاطفال اللي فيها بيتحسنوا جدا وما بيكونوش عاله على المجتمع، وممكن يكبروا ويشتغلوا ويتجوزوا، وفي منهم كمان ممكن يبقوا ارباب اعمال، يعني يبقى له شغله وبيشغل ناس عنده في كده. فطبعا يعني ملاحظه برضو ذكيه جدا من حضرتك. طيب ده كده ايها الشباب الرائع الايه الحاله اللي هي بتاعت شيرين اللي احنا شفنا فيها. في حد بقى من حضراتكم ملاحظ حاجه؟ ان هي عندها قدره استثنائيه، يعني ان هي تكون قدراتها السمعيه متدنيه قوي كده لدرجه ان هي مش بتعرف تجاوب على الاسئله ومش عارفه تندمج في التفاعل الاجتماعي، ومع ذلك عامله معرض وبترسم على الميه. انتوا شفتوا خدتوا بالكم كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب الوان وترسم على الميه وترمي ورقه وتطلع الورقه طلعت رسمه مرسومه رسمه. انت حد فيكم يعرف يعمل كده؟ وبعدين قالت ايه؟ قالت لما جت الميس مش عارف مين كده بدات تعلمها، لقيت ان فيها قدرات، وبعدين بدات الميس لما تعلمها حاجه تلاقيها بتعملها احسن منها. طيب هنا استاذ علي بيسال سؤال حلو جدا، بيقول ايه؟ طيب انا هعرف ازاي اذا كان طفل التوحد اللي قدامي ده عنده موهبه ولا لا، او عنده قدره اعلى من الطبيعي ولا لا؟ طب ده سؤال مهم جدا. اعرفهم ازاي؟ بكتر التعرض لانشطه مختلفه. يعني شيرين دي لو ما كانتش جات المدرسه بتاعت الارت وبدات تخليها ترسم فاكتشفت انها بتعرف ترسم، كان زمانها دلوقتي ما بترسمش، صح؟ يبقى انا لازم اخده وما اقولش ايه ده الواد ده سقفه كده، لا لازم اخده واخليه يلعب رياضه واوديه سباحه واجرب فيه الرسم واديله نول واخليه يبدا يحاول يعمل مش عارف ايه، واديله صلصال واخليه يجرب، واديله خضار واخليه يقطع، واديله مش عارف ايه. لازم اعرضه لعدد كبير جدا من الخبرات، حتى لو انا اظن ان دي هتبقى بالنسبه له مش مناسبه او مش هيعرف يعملها، على الاقل اديله اساسياتها. وبعدها يمكن اكتشف ان في حاجات فيها هيشرق، هيسبق، هيعدي، او معقول اعلى من مجالات تانية انا ما كنتش متوقع انه ممكن يديني فيها، بفكره الايه؟ فكره التجريب او فكره التعريض، ان انا اعرضه لمجموعه كبيره جدا من الخبرات ومن الانشطه. دي نقطه برضو ايه؟ شديده الاهميه. طيب ودي كده القدرات العقليه اللي هي قلنا ايه؟ قلنا ممكن تبقى الواحد طفل واحد مصاب باعاقه عقليه بنسبه 70% و30% ما عندوش اعاقه عقليه. والكل 100% قدراته البصريه اعلى من السمعيه. وثلاثة في الألف تقريبا بيبقى عنده توحد مصحوب بقدرة استثنائية، يعني حاجة كده إيه؟ هاي فوق البشر أصلا. تمام؟ طيب ديت كانت الإيه؟ كانت القدرات العقلية. بعد كده قلنا عملنا كده بإيدينا. كان حاجة كده إيه؟ لا ده دي الصعوبات. دي عملنا كده وعملنا كده بقى. شفت عشان كده ما رضيتش أدي حركات. طيب المهم يجي لنا ايه؟ يجي لنا الحركه قبل الاخيره اللي هي كانت كده دي، ليه اسمها ايه؟ اللزمات والروتين. عملناها بايدينا الاثنين عشان يبقى ليها رمز ان هي ليها شقين، لزمات وروتين. اللزمات يعني مجموعه من الحركات والاصوات التكراريه التي لا معنى لها. يعني هو بيعمل حركات زي مثلا يقعد يخبط كده او يعض نفسه كده او يعمل كده او يرفرف كده او يعمل كده. طيب في حركات مشهوره للزمات زي اول حاجه طبعا رفرفه اليدين او رفرفه الذراعين او رفرفه الاصابع، تمام، او النقر بالاصابع امام العينين، يعني يقعد يعمل كده، تمام، او حركه الايه؟ حركه اللي هي الميل للامام، ثني وهز الجذع للامام والخلف وهو قاعد كده، تمام. وفي حركة البندول، يعني هو واقف يقعد يعمل كده من رجل لرجل، يفضل يعمل كده زي البندول. وفي انه يلف حوالين نفسه والقفز في المكان. وفي شدة الجسم العصبية، انه يشد نفسه ويعمل كده. وفي انه يلف حوالين حاجة ايه؟ والمشي على اطراف الاصابع، تمام. كل ديت اسمها اللزمات الحركية الاكثر شيوعا. طيب في عندنا كمان لزمات بتتعلق بايذاء الذات، زي انه يضرب نفسه، يشد شعره، يعض نفسه، يضرب نفسه كده، يخبط دماغه في الارض،
او يعضعض نفسه كده لحد ما فعلا يعور نفسه في ايديه او يعور ايديه او يعض كده لحد ما الحته دي تورم او جلد دوت يموت. دي اسمها سلوكيات ايه؟ ايذاء الذات، وهي برضو بتتصنف ضمن السلوكيات النمطيه او السلوكيات الايه؟ التكراريه. طب الحاجات دي كلها بيعملوها ليه؟ اللازمات دي بيعملوها ليه؟ حلو، ممكن عشان هو غايب عنه احساس الالم في الحركه دي فبيعملها على سبيل الاستثاره الذاتيه. طب وايه تاني اسباب؟ ليه عنده استثاره ذاتيه اصلا ويعمل وتخليه يعمل حركه تكراريه؟ قول يا استاذ علي اتفضل. عنده استثارة حسية، يعني هو عايز دايما يشوف حاجات مثيرات دايما، عنده مشكلة بقى كل حركة لها يعني لها تفسير بتاعها في التكامل الحسي. الله يفتح عليك، جميل جدا، ده تفسير رائع، ان هي ايه كل لازمة حركية ممكن يكون ليها دلالة على خلل حسي معين. فهو احنا قلنا عنده شذوذ استجابات حسية، فقلنا مثلا لو كل حاجة بيحطها على مناخيره ويشمها خلل حسي في حاسة الشم. طب لو بيخبط كده ممكن يبقى خلل حسي في الاحساس بالاصابع او ان هو بيحب يسمع الاصوات. يبقى كده دايما هلاقي اللازمات لحد كبير مرتبطه عندي بالايه؟ مرتبطه بالمشاكل الحسيه. طيب كمان في تفسير مهم جدا لموضوع اللازمات ده. اللازمات، طيب قولي يا استاذه سمر، رفع ايديك يمكن انت تاخديه من على لساني. استاذه سمر اتفضلي. افتحي المايك يا استاذه سمر وقولي، اتفضلي معاكي. لا هو انا كنت هسأل بس حضرتك على الاطفال التوحد، كان الغالبيه عندهم بيشدوا الاذن، يعني دايما يشد الاذن. دي من اللزمات برضو اللي بيعملها، يعني تقصدي كده؟ بيشدها لتحت. من اللزمات، ما احنا قلنا ان كل اللزمات ديت يعني ليها اما مردود او ليها تفسير جوه التكامل الحسي، ان هو بيعمل دوت علشان يشبع احساس معين عنده، تمام، او ان هي مشكله سلوكيه، او اللي كنا لسه هنقوله بقى ان هي استثاره ذاتيه بيعملها مع نفسه. ليه؟ لان دي الاستجابه الطبيعيه للجهاز العصبي حال التوتر. احنا كلنا لما نبقى متوترين نعمل لازمات حركيه على طول، يعني اول ما ابقى متوتر اهز رجلي، صح؟ او اول ما ابقى متوتر اقعد اقرقط في ضوافري، او ابقى متوتر اقعد اعمل صوابعي كده، او امسك القلم افتحه واقفله. كل دي دلالات ايه؟ دلالات توتر. طب والتوتر دوت انا كنت متوتر فبدات اعمل حركه تكراريه. طيب هو بقى بيعمل حركه تكراريه بقى، اذا هو ايه؟ متوتر. طب التوتر ده بيجي له منين؟ قول، ما بيجيلوش منين، ده هو حياته كلها سلسله من الاسباب اللي ممكن تخليه متوتر. اولا جعان، عطشان، موجوع، ما يعرفش يعبر. ثانيا نفسه يتعامل مع ناس، ونفسه يتعامل مع اصحاب، ونفسه يلعب، ما يعرفش يكون علاقات صداقه. رابع، ثالثا عنده كل الحاجات اللي انت ممكن تكون بتتعامل معاها لانها عادي، ممكن تبقى هي جواه بتضايقه او بتاذيه عشان هو عنده خلل حسي. رابعا ما بيعرفش يتنبأ باللي هيحصل، ودايما بيتوجع من اي حاجه بيمسكها او يحطها او يلبسها او حد يتعامل معاه بيجبره على حاجه، فهو طول الوقت حاسس انه متوقع انه ممكن يتأذي او يتوجع او حاجه تحصل تضايقه، ومش عارف ايه اللي هيحصل كمان شويه، لا عنده جدول ولا حد بيقول له احنا هنعمل معاك كذا ثم كذا ثم كذا ولا اي حاجه، فالدنيا بالنسبه له مش مفهوم. فتخيلي كده لو انت عايشه في مجتمع، المجتمع ده كله بيتكلم لغه غير اللي انت بتتكلميها، وكل شويه حد ياخدك من ايدك كده يدخلك في مكان ويقعد يخليك تقعدي تعملي شويه حاجات، انت هتبقي على طول متوتره، لا انت عارفه اللي مدخلك ده هيعمل فيكي ايه، ولا هيخرجك امتى، ولا انت عارفه تعبري للناس اللي حواليك عن احتياجاتك، او انا عايزه كذا، او ناقصني كذا، او هتسيبوني امتى، ولا اي سؤال تعرفي تساليه. فانت طول الوقت عندك درجه عاليه من الايه؟ من التوتر. يبقى طبيعي جدا مساله اللازمات دي، عشان كده احنا بنقول ان اصلا وجود لازمات حركيه عند اطفال التوحد لا يستلزم تعديله، الا اذا كانت لازمات مؤذيه او لازمات فيها مثلا مشكله معينه او بتاع، لكن الطبيعي ان هو اصلا يكون عنده لازمات من كميه التوتر اللي عنده دي كلها، كميه الاحتياجات اللي مش عارف يعبر عنها، كميه الحاجات اللي نفسه يعبر عنها او يطلبها ومش عارف، فلازم يكون طول الوقت مضغوط ومش عارف يعبر عن نفسه فهو متوتر. تمام؟ فدي اللازمات. طب والروتين؟ اللهم النبي، دي الثانيه اللي هي مجموعه من الطقوس
دي كانت حركات، اللازمات كانت حركات، انما الروتين طقوس. يعني ايه طقوس؟ يعني مجموعه افعال، مجموعه من الطقوس التكراريه التي لا فائده برضو منها. يعني ايه طقوس؟ زي مثلا طقوس معانا في الاكل، انه ما يعرفش ياكل الا في الكوبايه والطبق مثلا دول، او ما ياكلش الا مكرونه وبطاطس محمره ومش عارف كذا، واي حاجه ثانيه يرفض ياكلها. يعني بياكل اصناف معينه من الاكل، او بياكل بطريقه معينه، او بيلبس انواع معينه من اللبس، واي حاجه ثانيه يرفضها. نعم تقول ايه؟ ماشي. تلاقي كده عنده ايه؟ عنده طقوس معينه في اللعب، يلعب دايما بطريقه معينه، هي العاب معينه اللي بيحب يلعب بيها، ويقلب العربيه ويقعد مثلا يلعب في العجله بتاعتها، او يجيب العربيات كلها وبدل ما يلعب بيها بيب بيب يقعد يرصها كده جنب بعض، او يقعد مثلا ايه يلص الشباشب جنب بعض مثلا. فديت اسمها ايه؟ اسمها روتين. يعني ايه روتين؟ يعني طقوس او افعال تكراريه كلها لا طائل من وراها، لكن هو بيعملها لانها بتريحه. طب والروتين زيه زي اللازمات، بيعمله عشان هو متوتر، فهو نفسه يبقى قادر يتوقع البيئه واللي هيحصل فيها، فبيبدا يحافظ على مجموعه من الحاجات لانه مش ضامن الجديد ده ممكن يضايقني ولا لا. يعني مثلا هو بياكل 3 4 5 اصناف اكل ويرفض اي اكل تاني، غالبا عنده مشاكل في التذوق، فهو لو جه ياكل اكل مختلف ممكن يسبب له احساس الم في بقه. احنا قلنا ان عندنا هنا عتبه دنيا وقصوى وفارق، فهو عشان يضمن ان انا مش هتضايق من اي طعم يبقى انا مش هاكل الا الاطعمه دي بس. تمام. العاب معينه لما بيلعب بيها بتعكس النور في عينيه، بتضايقه، وفيها الوان معينه عامله عنده شذوذ استجابات حسيه، فعشان يضمن ان ما يحصلوش ايذاء يلعب بالعاب معينه بس، ويلعب بطريقه معينه ثابته بس، فيبدا مخه ياخد على فكره الريبيتيتيف بيهيفير او السلوكيات النمطيه، انه بيعمل طقوس ثابته كررها نفس الطريقه في كل مره، دي بتريحه. طب لو انا كسرت له بقى الروتين دوت وحاولت اغيره خش في نوبة غضب. عشان كده دايما نلاقي ان كل الاطفال اللي عندهم اي شكل من اشكال القصور النمائي والتواصلي وعنده روتين وما الى ذلك، اول ما تحطيه في حضانه او تحطيه في مركز يبقى عندك اول كام يوم دول جحيم، عياط وصراخ وصوات ومش عايز يخش الاوضه ويحسس الناس كلها، لان يعني كل المراكز الجيران اللي حواليها عندهم فكره ان الناس اللي في المركز دول وحوش بيعذبوا العيال من كتر ايه الصراخ اللي احيانا يتسمع، عشان بس احنا عايزين نعود الطفل على العاده، مع انه ولا بيتضرب ولا بيتشفط فيه ولا بيكبر ولا اي حاجه خالص، ولكن هو مجرد وضعه في نظام غير اللي هو معتاد عليه بيستثير نوبات الغضب عنده. طب هل دي ليها حل؟ ليها حل هنقوله طبعا لما نيجي ناخد برنامج ايه؟ تيتش ان شاء الله رب العالمين. طيب دي كده اللازمات والروتين. اخر حاجه خالص بقى اللي احنا عملناها كده اللي اسمها التفاعل الاجتماعي، اللي هي بتاعت هات وخد يعني. التفاعل الاجتماعي، قصور التفاعل الاجتماعي. بص يا جماعه احنا الديفولت بتاعنا برضو الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه، الويندوز بتاعنا بيقول ايه؟ ان كل انسان بيتولد فيه في دماغه مجموعه ملفات بيبدا يتعرف من خلالها على الناس، ويصنف كل واحد في ملف ويبدا يتعامل مع كل واحد على الملف بتاعه، وكل ما يكبر يبقى بيتعامل مع كل بني ادم له ملف لوحده في دماغه. فمثلا الطفل الصغير اول ما يتولد يبقى عنده ملف معين بس كده اللي هو فيه ماما، اي حد يتعامل معاه غير ماما يعيط. لما يكبر شويه يبدا ملف ماما يتوسع ويبقى الستات، فممكن ماما او خالته او تيتا او الستات عموما يشيلوه، بس بابا لو شاله يقعد يعيط. طب لما يكبر شويه من كتر ما بابا بقى بيروح ويجي قدام منه في البيت كده عيني بياخد عليه، هو الراجل برده رايح جاي يعني بني ادم قدام، فيبدا يعمل له ملف هو كمان، ويبدا يبقى بياخد على ماما وبياخد على بابا، وبعدين اخواته يبدا كمان ياخد على اخواته كده، عمال يحط ملفات اهو لحد ما يكبر يبقى عنده ملفات اسمها ملفات المألوفين وملفات الغرباء. لما يجي يتعامل مع حد غريب تلاقيه بيتعامل بطريقه مختلفه، طب الناس اللي بياخد عليهم بيتعامل معاهم بطريقه مختلفه، طب بابا بيتعامل معاه بطريقه مختلفه عن ماما. طب لما يكبر الملفات تتوسع بقى، يبقى واد بقى ايه عنده ملف لكل بني ادم، فهو عارف ان في حصه مستر فلان هيقعد، لكن في حصه مستر علان هيرقص ويتنطط، والبنت الفلانيه هيعمل معاها كذا ويلعب معاها بطريقه معينه، لكن الواد الفلاني شكله يشد منه ويتنمر عليه وبتاع، وانا عند جده هطلب الحاجات اللي انا عارف ان ماما ترفضها عشان عارف ان جده هيخليني اعملها. عنده ملفات في دماغه ايه؟ متنوعه. ده الانسان الطبيعي.
طيب طفل بقى التوحد، لا هو اصلا ما عندوش ملفات فيما يتعلق بالتعامل مع البني ادمين الا ملف واحد، ملف المنفعه. يعني بيتعامل مع كل انسان على انه اداه لتلبيه احتياجاته، فهو ما بيشوفش فيك الابعاد الانسانيه بتاعه الابتسامه بقى والضحك والحب. هو بيحب وبيعمل كل حاجه بس مش بيعرف يترجم لغه الجسد زي ما قلنا، فبيتعامل معاكي نفس طريقه تعاملك مع الثلاجه. انت لما بتعوزي الثلاجه تعملي ايه؟ تروحي تفتحي الثلاجه، تاخدي منها اللي انت عايزاه، تقفلي الثلاجه وتمشي، صح؟ عمرك مثلا حسيتي ان الثلاجه دي كائن ومحتاجه تتعلمي منه فقعدتي بصيتي له كده وسبلتي، او قعدتي كده مثلا بصيتي على السلك بتاعه وقعدتي تقيسي في المتر بالمتر كده في سلك الثلاجه وتشوفيه بيتنى ازاي؟ طيب عمرك مثلا حسيتي ان انت محتاجه تبوسي الثلاجه او تاخديها في حضنك؟ بتبوسي الثلاجه؟ يا سلام. ما في الشتاء، في البرد، في الحر بقى عايز تخش جوه الثلاجه حضرتك. طب خلينا نقول ان البني ادمين الطبيعيين غير استاذه فاطمه بيتعاملوا مع الثلاجه على انها اداه لتلبيه احتياجاتي، فانا ما بكنلهاش مشاعر. لو الثلاجه باظت بجيب واحد يصلحها. بتوجع لما بلاقي الراجل جايب المفك وبيضخه في الموتور وبيفك الادراج، بحس بوجع. بتوجع عشان الفلوس مش عشان الثلاجه نفسها. طيب ممكن لو نزل الثلاجه احدث وفيه امكانيات اعلى وبتاع ابيع الثلاجه واجيب الثلاجه الاحدث، صح؟ ده تعاملاتي مع الادوات التي تلبي احتياجاتي، فيش معانا بيني وبينها مشاعر. ده اللي بيحصل لطفل التوحد مع البني ادمين، بيتعامل معاهم على انهم ادوات لتلبيه الاحتياجات. فجعان ممكن يجي ياخدك من ايدك ويوديك لحد المكان اللي هو عايزك توديكي فيه عشان تعملي له حاجه معينه. طب مش جعان، مش عايزك اصلا. حد خارج هيخرج معاه، طب اللي خارج ده بابا هيخرج، طب حد غريب هيخرج معاه، عادي جدا. ما دام هو عايز يخرج فيشوف مين اللي بيلبي له الاحتياج وهيبدا يخليه ايه؟ يعمله له. لكن هو مش بيكون الروابط العاطفيه مع البني ادمين بصفاتهم بني ادمين، عايز يتعلم منهم ويقيم معاهم علاقات. مع الوقت بيعتاد عليهم وبيتعامل مع واحد معين بطريقه معينه ومع واحد تاني بطريقه معينه، مش هو اللي بيختارها زي الطفل العادي. الطفل العادي بيختبر ويشوفك شخصيه قويه، لا انت شخصيه ضعيفه، هعمل معاك كذا وهعمل معاك كذا. لكن طفل التوحد هو بيبقى دايما رد فعل لطريقه تعاملاتك انت. شديت عليه او تعاملت معاه كويس، اديته اللي هو عايزه، اديت له مكافئات، عززته بطريقه معينه، يبدا يترجم هيتعامل معاك ازاي بناء على الطريقه اللي انت بتتعامل معاه بيها. فهو بيتعامل مع الناس على ان هم ادوات لتلبيه الايه؟ الاحتياجات. طيب تعالوا ايه قبل ما يعني نطلع كده، بص بس على هذا الفيديو اللذيذ الجميل الاخير. شوفوا ده كده. شايفين في حوالي بتاع ايه كام طفل كده، اربع خمس اطفال كلهم شكلهم توأم، صح؟ وقاعدين كلهم وبابا قاعد معاهم وماما بتصور وهو عمال ايه يلعبهم. الفيديو ده فيه اكتر من مهاره تفاعل اجتماعي. اول حاجه لاحظنا كده ايه؟ ان الاب كل ما بيوجه وشه لحد معين ده بيضحك اكتر من الباقيين. لما يجي هنا كده يبقى ده بيضحك وده قاعد مستني دوره، فكره انتظار الدور. طيب وهو بيعمل لهم كده، الاطفال ما بين بتبص لباباها في وشه وبتبص لمين؟ لمامتها اللي بتصور، وبعدين ترجع تبص لباباها
وتستسيره كده علشان خاطر يلعبها ويضحكها، وكأن في جاذبية للوش. طب ما هو في ترابيزة وكان في كوبايات عليها وفي الكاميرا اللي ماما ماسكاها، بس احنا كنا شايفينهم عمالين يبصوا لمين؟ لبابا، ومستنينه يبص لهم علشان خاطر يضحكهم. ولما يبص حتى ناحيه ماما فهو بيبص برده ناحيه وشها كده، مش ناحيه ايه، مش ناحيه مثلا الحاجه اللي هي لابساها الجذابه او ما الى ذلك. فدي كلها ميكانيزمات تفاعل اجتماعي بتبقى موجوده جوه البني ادمين. عملوا تجارب في علم النفس النمائي، تجارب جميله جدا، عشان يشوفوا الاطفال مهارات التفاعل الاجتماعي عندها بتبدا من سن كام. فجابوا اطفال في سن شهرين، شهرين اتنين بس، وبداوا يعملوا ايه؟ يناموا الطفل كده على ظهره ويبتدوا يشوفوا ايه اكتر حاجه ممكن تجذب انتباهه وتشده. فيقوموا جايبين وش بني ادم، تمام، ويجيبوا وش ويجيبوا دبدوب، يحطوا له دبدوب كده. فلو الطفل عمال يبص للبني ادم ويبص للدبدوب ويبص للبني ادم والدبدوب وبيقيسوا درجه الاهتمام، هيفضل باصص لمين اكتر. فلو بيبص لمين اكتر؟ لوش البني ادم. طيب فطوروا التجربه وجابوا دبدوبين، بس ده وشه كامل، وده شالوا من وشه البقره بتاعه العيون. فقعد الطفل يبص كده ويبص كده ويبص كده ويبص كده، وبعد كده اكتر مده انتباهه انجذب فيها كان لمين؟ كان للدبدوب اللي له عيون. طيب طوروا التجربه وجابوا دبدوب من غير عيون، وجابوا اشكال مرسومه على ورقه، دايره كبيره ومثلثين كده مكان العينين، ومثلث كبير مكان المناخير، ومستطيل مكان البق، اشكال هندسيه بس منتظمه بطريقه توحي ان هي ايه؟ وش. وقربوها الشكل الدبدوب الجميل المجسم اللي من غير عيون، والوش اللي هو شكله شبه الوش كده. لقوا الاطفال برضو بتنجذب اكتر لرسمه الايه؟ لرسمه الوش اللي فيها عيون، سبحان الله. فقالوا طب احنا عايزين نشوف هو ايه اكتر حاجه بتجذبه، فقربوا وش بس منه، وش بني ادم، وقعدوا يشوفوا هيبص لايه اكتر، المناخير البارزه كمجسم، ولا البق المجوف اللي جوه منه سنان وباين انها بتضحك، ولا الودان المطرطقه كمجسم، ولا الشعر اللي لونه مختلف. لو اكتر حاجه بيبص لها في تعبيرات الوش هو ايه؟ العينين، سبحان الله. فاذا كان الاطفال من سن من شهرين لست شهور هم اوريدي مبرمجين على ان ايه؟ على ان هم يعملوا تواصل بصري، مش ينتبهوا لاي حاجه كده وخلاص. طيب في المقابل الاطفال اللي ما تعرضوش لوشوش بني ادمين، اللي كانوا بيتسابوا كتير مع التلفزيون، التابلت، الموبايل، الحركات اللي يبالك فيها دي، دول كانوا بيفقدوا هذه القدره. ولما تيجي بعد كده يعملوا معاهم التجارب اللي من النوع ده او حتى بالملاحظه المباشره، نلاقي دايما عندهم حاجه اسمها قصور في الاي كونتاكت، او قصور في التواصل البصري. يعني ايه؟ يعني ما بيبصش في عينين البني ادم. طيب وبيستتبع ده مجموعه كبيره جدا جدا او اعراض كتيره جدا جدا للقصور التواصل، ولا بيفهم بقى الكلام، ولا بيقلد، ولا بيعمل حركات، ولا ولا ولا، الدنيا ضايعه منه خالص. طيب ده كله ليه؟ علشان الميكانيزم اللي ربنا غرسه جواه ان هو يبقى بيبص على ايه؟ على العينين. انتوا عارفين ايه اكتر حاجه احنا بنبص فيها وبتنقل الانفعالات من وشك ليا وانا اشوفها وافهمها؟ هي ايه؟ العيون، صح؟ انت رايك ايه؟ وحضرتك حد عنده راي تاني يا جماعه؟ ممكن يعني، والله اعلم، كل حاجه وارده. ايه اكتر حاجه بنفهم منها انفعالات اللي قدامنا وبنستجيب ليه بناء عليها؟ ها قولي يا استاذه مريم، قولي يا استاذ علي. الوش لكن ايه في الوش بالظبط؟ عينيهم بتبقى جامده زي اللي هو عمرو عبد الجليل او عمر عبد الجليل، العينين ده ثابت، فما بعرفش اجيب منه كل حاجه. وفي ناس اللي بتبقى عينيهم جحصه، ففي كل الاحوال هو عينيه جحصه، فهو مش الوش، حركات الجسم بس، هو ده اللي انا بفهم منه. ماشي، خليني بقى اقول لحضرتك ان الحقيقة مش العينين هي اللي بتخلينا نفهم انفعالات الناس ونتعامل معهم بناء عليها، إنما إيه بقى؟ الحواجب. والله الحواجب هي اللي بتدي للعينين الانطباع اللي احنا بنتأثر بيه.
يعني مثلا دلوقتي انا باصص لحضرتك اهو، شايف الانفعال بتاعي؟ طب لو انا عملت لك كده اديتك انطباع، طب لو عملت كده اديتك انطباع، انا ما حركتش عيني على فكره، انا حركت ايه؟ حواجبي. طب لو انا عملت كده اديتك انطباع تاني بوشي، بس برضو هي حواجب موجود. طب لو بصيت لك كده اديتك انطباع تاني بالحواجب، تمام؟ لكن العينين هي لا تستطيع ان تفعل اكتر من ان هي تفتح وتقفل، يعني بعمل كده بعمل كده، هي دي اللي بعمله بعيني. لكن اللي العضله اللي بتتحرك حوالين العينين وبتطلع وحاجه بينزل وحاجه لما ببص لك كده نظره هيام عملتها زي بحواجب، الحاجب ده بس طلع شويه ومش عارف، لكن العينين واحده، تمام؟ طيب هاتي كده هوت وش، تمام، وخط وغطي الحواجب بتاعته، يعني غطي كده من هنا المناخير وغطي الحواجب، وحاولي تعرفي الوش ده بيديكي اي انطباع من خلال العينين بس، عمرك ما هتعرفي. طب هاتي بقى وش وغطي العينين بالمناخير بالبق بس خلي الحواجب، وتشوفي بقى مره الحواجب عامله كده ومره الحواجب عامله كده ومره الحواجب عامله كده ومره الحواجب عامله كده، هتقدري تستنتجي تعبير الوش ولا لا من الحاجب، حتى وانت مش شايفه العينين نفسها، يعني كده اهو بكشر مزبهل غضبان متكبر، بدي انطباعات من خلال ايه؟ الحواجب. عرفتي بقى ليه الكوافير بيعمل الحواجب بفلوس كتير؟ عشان خاطر بيأثر في انفعالات الناس اللي بيشوفوه. طيب كده شباب احنا يعني ايه، هنطلع بريك 10 دقايق بس نصلي العشاء ونرجع نكمل سيكا صغيره نقول الاسباب ونوقف 10 دقايق بريك، يعني من 33 ل 43 ان شاء الله رب العالمين. يلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشباب عدنا مرة أخرى. طيب احنا كده يعني ايه خلصنا الى حد كبير جدا اعراض التوحد، ويعني كل اللي هنتكلم فيه دلوقتي يعني هنتكلم في حاجات ان شاء الله سهلة وبسيطة مش هنطول فيها. طيب اول حاجة احنا عايزين نفهمها التوحد ده بيجي من ايه. يعني السؤال اللي هي سألته استاذة عبير قالت هو ده بيجي من ايه التوحد، يعني حتى الآن ما نقدرش نقول إن في سبب محدد بيقول إن هو ده اللي بيجيب توحد، بس خلينا نقول إن في مجموعة من النظريات اللي بتقول إن كل حاجة فيهم ممكن تبقى عناصر مع بعض كده بتجيب التوحد. أول نظرية اللي هي كانت نظرية الأم الباردة، اللي هي إيه الست الأم اللي مش بتلعب مع أولادها وبتسيبهم كتير مثلا لوحدهم أو بتسيبهم قدام التلفزيون والموبايل والتابلت أو فدوت ممكن يخلي الطفل يبقى إيه ما تنقلوش فكرة العواطف والمشاعر والتفاعل مع البنات. طبعا زمان ما كانش فيه تلفزيون وتابلت، يعني بس هي الانطباق بتاعها في العصر الحالي كده، اللي هي ايه الام اللي منسحبة من حياة ابنها وسايباه بدون تفاعل اجتماعي. ولكن طبعا النظرية دي تم نقدها، لان لقينا ان نفس الام بيبقى عندها عيلين ثلاثة، واحد فيهم توحد والباقيين عادي. فمعنى كده انه الام والولع العاطفي بتاعها، اتعمل بعد كده دراسات على الولع العاطفي لأمهات أطفال التوحد، ولقيناه إن هو مفيش فروق دالة ما بينه وما بين الولع العاطفي اللي عند الأمهات بتاعت الأطفال العادي، فقلنا النظرية دي بخ. بعد كده جت لنا نظرية تانية جديدة اسمها نظرية وزن المخ، قال لك إن العيال بتوع التوحد دول وزن مخهم أتقل بنسبة 5% من وزن المخ الطبيعي، فده ممكن يكون هو السبب. وبعدين لقينا إن في أطفال بيتولدوا ووزن مخهم أزيد بـ 5% ومع ذلك ما عندهمش توحد، وفي اطفال وزن مخهم ازيد يعني عادي تمام وعندهم توحد، مش ازيد 5% ولا حاجه وعندهم توحد. وبعد كده طلعت نظريه الجينات، اللي قال لك ايه ده جين معين، وبعد كده قال لك لا ده ممكن يبقى اكتر من جين بترتيب معين هو اللي بيعمل توحد. دعم النظريه دي وهي الاقوى لحد دلوقتي فكره انه بالفعل في عامل وراثي مشترك بيكون موجود وله دلالة، وهو ان العيلة اللي بتولد فيها طفل توحد فبتكون اكثر قابلية لوجود اطفال اخرين في نفس العيلة. يعني مثلا لما نقول كده ان الاحتمالات بتاعت لو في طفل اتولد توحد، فبنقول ان في احتمال ان العيلة بتاعته دي يكون فيها طفل كمان توحد، ولما بندور بنلاقي انه فعلا كان في الاصل الوراثي في حاجات كده. طيب وكمان دعم الموضوع ده فكرة التوائم، ان دايما لما بيكون في توائم واحد عنده توحد بيبقى التاني كمان عنده توحد، يبقى اذا الموضوع له علاقة جينية. وفكرة ان حتى لو مش توائم في بعض الاسر يخلفوا عيل يجي توحد، بعدها بكم سنة يخلفوا عيل تاني يجي توحد، بعدها بكم سنة يخلفوا عيل تالت يجي توحد. اذا برضو كده واضح ان في عنصر وراثي. واحنا شفنا من دوت وجالنا اطفال هنا اخين ومع بعض ومش عارف الاثنين عندهم توحد، او اخين عندهم والتاني كان عنده بس هو دلوقتي كبير، حاجات كده شفنا ده. فده العنصر الايه؟ العنصر الجيني او النظريه الجينيه. بعد كده جت لنا نظريه اسمها نظريه العقل او theory of mind. نظريه العقل دي كانت موضوع الماجستير بتاعي اصلا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان طفل التوحد لا يستطيع ادراك ان الاخرين لهم عقول تحتاج لقراءتها للتعامل معهم. يعني ايه قراءة العقل؟ يعني اقدر استدل من خلال تعبيرات وشك وحركات جسمك وكلامك على مخك بيفكر في ايه. هو بيتعامل مع الناس على ان هم تلاجات زي ما قلنا كده، او ان هم ادوات لتلبية احتياجات، لكن مش بيتعامل مع الناس على ان هم بشر ليهم عقول مختلفة عن عقله هو، والحاجات اللي هو بيفكر فيها غير اللي هم بيفكروا فيها، فهو يقدر يتعلم منهم ومحتاج يوصل لهم رسائل. فكل ده مش عنده، هو مش شايف العقل بتاع الانسان اللي قدامه، فهو بيبقى ذكاؤه ذكاء في الوصول الى ما يرغب والى ما يريد، لكن مش ذكاء بيوظفه في التعامل والتفاعل، لانه مش شايف ان التفاعل والتعامل ده اصلا شيء مهم، لانه مش مدرك ان الاخر له عقل. تمام؟ طيب عملوا شويه تجارب كده اكدوا بيها هذه النظريه. فجاب لك ايه؟ جاب لك اول حاجه تجربه اسمها تجربه سالي وان. دي اشهر التجارب. ايه تجربه سالي وان دي؟ كان بيجيب لك كده ادي سالي هي دي سالي وادي ام،
يلعبوا مع بعض الكوره، وبعد شويه بيجيبوا عرايس، يعني بيفرجوا الطفل، ودي عرايس، عروسه كانها سالي وعروسه كانها ان، وبيلعبوا مع بعض بكوره. وبعد شويه يقوموا ايه يعملوا كان ام سالي نبهت عليها، فسالي تمشي، بس قبل ما تمشي تمسك الكوره تحطها في الدولاب وتقفل، وبعد كده تمشي، وبعدين تيجي ان تعمل مقلب في سالي، فتفتح الدولاب وتاخد منه الكوره وتحطها في المكتب من تحت، وتقفل الدولاب وتقفل المكتب، وبعدين ترجع سالي. دي كلها تمثيلات بتتعمل بالعرايس. ونسال الطفل نقول له دلوقتي سالي رجعت، تفتكر سالي هتدور على الكره فين؟ قال الاطفال التوحد الكبار الناطقين. المفاجاه ان اطفال التوحد على اختلاف درجات ذكائهم كانوا بيقولوا ثاني هتلاقي الكره فين، هتدور على الكره فين، تفتكروا في الدولاب، في المكتب، في المكتب من تحت، مع ان هم ايه عارفين ان سالي ما شافتش ده بعينيها، لكن هم ما قدروش يقدروا ان اللي هم شافوه حاجه واللي سالي عارفاه حاجه ثانيه، هي فاكرين ان العقول كلها مفتحه على بعضها، في حين ان اطفال الداون واطفال الاعاقه العقليه بس اللي هم قادرين على يعني قابلين للتعلم والكلام وكده، لما اتعملت معاهم التجربه دي كلهم قالوا ايه؟ كلهم قالوا هتدور عليها في الدولاب. ليه؟ لانها ما شافتش ان وهي بتخبيها في المكتب، فهتعرف منين؟ فدوت ادانا مؤشر ان اطفال التوحد فاكرين ان اللي في دماغهم هو اللي في دماغ كل الناس، ما يعرفوش ان كل واحد له مخ فيه معلومات مختلفه عن اللي موجوده في مخه، فبالتبعيه ممكن لما يجي يعوز حاجه يقوم معيط ومصرخ وما يطلبهاش، لان هو فاكر انه ما دام احتاجها فاوريدي كل اللي حواليه ده هيعرف ان هو عايزها، عشان كده بيعيط وبيصرخ بدون ما يطلب، ان هو مش مقدر اصلا فكره ان اللي قدامي دوت عقله مختلف عن عقلي فمش هيعرف الا لما انا اقول له. طيب حبوا يعملوا التجربه بشكل تاني، قاموا جايبين علبه كده اسمها علبه حلوى السمارتيز، علبه كده يبقى فيها شيكوبون بس هي اسمها حلوى السمارتيز، وبعدين يجيبوا طفل عادي من سن 4 أو 5 سنوات ويقولوا له ديت علبه ايه؟ يقول لهم علبه حلوى السمارتيز، يقول لهم طب يعني جواها ايه؟ يقول له جواها حلوى السمارتيز، جواها الشيكوبون، فيقول له طب بص، ويقوم فاتح ويقلب اللي فيها يطلع فيها اقلام، فيقول له طلع فيها ايه؟ يقول له اقلام، يقوم رجع الاقلام تاني ومقفل، يقول له قول لي بقى دلوقتي العلبه دي فيها ايه؟ يقول له اقلام، يقول له طب لو نادينا على صاحبك محمود وسالناه العلبه دي فيها ايه؟ هيقول ايه؟ الاطفال العاديين واطفال متلازمه داون ويليامز وعدد كبير من الاطفال اللي عندهم اعاقات ومتلازمات من اعمار مختلفه واشكال مختلفه، لما كنا بنسالهم السؤال ده كان يقول لك ايه؟ يقول لك لما تنادي صاحبي وتساله هيقول لك فيها حلوى السمارتيز. لكن اطفال التوحد بالرغم من درجه ذكائهم العاليه لما كنا بنسالهم السؤال ده اقول له طب لما انده صاحبك واقول له العلبه دي فيها ايه؟ هيقول لي ايه؟ يقول اقلام. مش مدرك ان عشان صاحبه ما شافش فما عرفش. هو فاكر ان هو ما دام عرف يبقى صاحبه عرف او كل الناس عرف. والتجارب دي اتعملت بطريقه مختلفه وباشكال مختلفه وكلها كانت بتشير في النهايه ان اطفال التوحد عندهم قصور في القدره على قراءه العقل. يعني يبقى ذكي لكن مش مدرك ان الناس اللي حواليه بيفكروا بطريقه مختلفه ومحتاجين انه يتواصل معاهم علشان يفهمهم هو عايز ايه، وهو محتاج يفسر نواياهم عشان يفهم يتعامل معاهم ازاي. تمام؟ طيب وبعدين برضو لقينا ان النظريه ديت مش اكتر حاجه بتنظر يعني ممكن تفسر على ان ده عرض من اعراض التوحد، قصور القدره على قراءه العقل، لكن مش هو دوت اللي بيؤدي للتوحد. يعني مش الواحد مولود عنده قصور في القدره على قراءه العقل فيتحول لتوحد، هو وارد ان التوحد ده يكون فعلا سببه جيني ومن ضمن اعراضه قصور قدرتي على قراءه عقول الاخرين. تمام؟ وهكذا عدد كبير من النظريات. طيب اخرهم نظريه لسه جديده، يعني تقريبا نزلت من سنه واحده او من سنتين، سنه 2022 او اخر 21، اسمها نظريه البروبيوتيك. نظريه الايه؟ ايه البروبيوتيك ده بقى؟ كل واحد فينا مش لوحده، مسكون، انت مسكون وانت مسكون وانت مسكون مسكون
بالمعنى الحرفي مسكون بمليارات من البكتيريا، درجة ان عدد البكتيريا اللي جوه بطن كل واحد فينا بس اكتر من عدد البني ادمين اللي على وجه كوكب الارض كاملا، وبيقوموا بوظيفة مساعدة للجهاز الهضمي، وبدونهم الانسان ما يقدرش يعيش اصلا، البكتيريا اللي في بطنك وبطني وبطن كل الناس. طيب البكتيريا دي بيبقى ليها سلالات وعددها بالملايين والمليارات، تمام، ومصنفة في سلالات، كل سلالة فيها كم مثلا 200-300 مليون بكتيريا من نوع كذا، و100 مليون بكتيريا من نوع كذا، و54 مليون بكتيريا من نوع كذا، كل دول موجودين فين؟ في الجهاز الهضمي لكل بني آدم. كل واحد فينا له بروبيوتيك معين. يعني ايه بروبيوتيك معين؟ يعني تركيب معين من سلالات البكتيريا اللي موجودة في بطنه، بيتأثر بإيه؟ بطبيعته الحمضية في المعدة، وبطبيعة الأكل اللي بياكله، فمثلاً اللي بياكل خضار غير اللي بياكل لحوم، غير اللي بياكل أكل من برة، غير اللي بياكل حوادق كتير، غير اللي بياكل سكريات كتير، كل حاجة بتاكلها بتأثر على البروبيوتيك اللي في بطنك، فبتقلل بكتيريا من أنواع معينة وبتزود بكتيريا من أنواع معينة، تمام؟ طيب عملوا إيه بقى؟ قاموا جايبين فيران عندهم بروبيوتيك مشابه للبروبيوتيك البشري، سلالة من الفيران معروف عنها ان البروبيوتيك بتاعها او التركيب بتاع السلالات بتاعتها مع اختلاف الاعداد نفس التركيب بتاع البشر، وراحوا واخدين ايه؟ وراحوا واخدين عينه من براز اطفال توحد اللي هو غني بالبكتيريا اللي موجوده في بطنهم، التركيب بتاع البروبيوتيك بتاعه، وخلطوه بالاكل اللي الفيران بتاكل، تمام، وكل والفيران كلت الايه الاكل دوت بحيث ان هو يبقى في بطنها نفس البروبيوتيك اللي جوه بطن اطفال مين؟ التوحد، عشان يشوفوا هل البروبيوتيك ده له تاثير على التوحد ولا لا. ليه؟ لان البروبيوتيك ده هو اللي بيحلل الاكل في الاخر وبيوصل خلاصات معينه للمخ، فهو لو له تركيب معين فبيوصل حاجات معينه للمخ وحاجات تانية ما بيوصلهاش. المهم الفيران لما كلت البروبيوتيك ايه اللي حصل لهم؟ ما جالهمش توحد. شفتي المفاجأة بقى، فتح السمكة ما لقاش الخاتم. ماشي، ما جالهمش توحد، بس حصلت حاجة غريبة جدا، ان فيران الجيل الثاني يعني ولادهم اللي ورثوا بقى السلالة بتاعت البروبيوتيك من اصلها ظهرت عليهم اعراض التوحد. طبعا استشفينا من هنا حاجه رهيبه، ان الاكل اللي الام بتاكله من وهي لسه قبل ما تتجوز، تمام، ممكن يخلي ولادها يجوا عندهم او اكثر قابليه للاصابه باضطراب طيف التوحد من الاكل اللي الام بتاكله من قبل ما تتجوز، تمام. لذلك بنلاقي ان في بعض المجتمعات التوحد فيها اكثر شيوعا من مجتمعات تانية بسبب الطبيعة الغذائية لكل مجتمع، ماشي. فده من أحدث النظريات البروبيوتيك ده، تمام. وطبعا هو له أصول، يعني الأول كان بيتكلموا في حاجة اسمها الحمية الغذائية، وإن في إنزيمات غذائية معينة ما بتفرزش في المعدة فما بتهضمش الجلوتين والكازيين اللي هو في القمح والألبان ومنتجاتهم، فدوت بيعمل حاجة مع الوقت اسمها نفاذية الأمعاء، ونفاذية الأمعاء دي تبدأ تودي المواد غير المهضومه ديت للدم وتروح للمخ وتاثر وتعمل توحد. وبعدين لقينا ان في اطفال ما عندهمش حساسيه جلوتين وكازيين ومع ذلك عندهم توحد، تمام. فالتطور بتاع النظريه دي قال لك لا، ما يمكن مش في الجلوتين والكازيين، ما يمكن في البروبيوتيك، كلها حاجات موجوده في المعده. فدي احدث حاجه ايه لقيناها. طب هل ده خلاص كده احنا عرفنا بقى سبب التوحد البروبيوتيك؟ لا برضه. ليه؟ لان زي ما قلنا في فران كالت البروبيوتيك دوت وبقى التركيب بتاعها كده جواه لكن ما جالهاش توحد، لكن هو دي كلها عوامل بتخلي الام وولادها اكثر عرضه للاصابه باضطراب طيف التوحد، تمام. وده برضو من ضمن الاسباب اللي خلت دلوقتي ان في معدلات توحد مرتفعه وبشكل فظيع. يعني احنا كنا بنتكلم في حاله كل 100,000 حاله توحد طفل، كل 100,000 ولاده يتولد منهم واحد توحد، بعد كده واحد كل 10,000، بعد كده بقى واحد كل 1,000، وبعد كده بقى واحد كل 120 ولاده، شايفين العدد عمال يقل ازاي، وبعد كده بقى واحد كل ايه كل 79، وبعد كده لحد ما اخر حاجه انا اطلعت عليها
واحد كل 59 ولادة. يعني كل 59 عيل بيتولد فيهم عيل توحد. يعني كل حي زي مثلا حي التجمع الاول اللي احنا فيه ده على الاقل كده في من 150 ل 200 ل 300 طفل توحد، على حسب ايه الكثافه السكانيه في الشوارع وما الى ذلك. وانا كاد نكون احنا ذات نفسنا كده، كل واحد فينا عارف تقريبا يا في عيلته يا في عند اصحابه ما بين عيل او عيلين من شخص توحد. ده ما كانش قبل كده. طب ده كله بسبب ايه؟ برضو بسبب كتر الملوثات وكتر التعرض للايه للبروبيوتيك بقى السلبي والاكل اللي مش عارف ايه والكلام ده. وداخل معانا كمان نظريه الام البارده اللي هي في التحديث بتاعها الحرمان من التحفيز البيئي اللي هو ايه كتر الفرجه على التلفزيون والتابلت والموبايل وما الى ذلك وما يؤدوا اليه من قصور في المهارات، زي الواد اللي احنا شفناه اللي هو امه كانت خدت منه كل حاجه وحرقتها وهو قاعد في الاخر قدام الكوره عايز يحرك بالدراع برضه اللي هو يعني ايه. طيب اتفضلي يا استاذه عليا. قول لحضرتك انا سمعت ان في كوريا تقريبا كوريا الجنوبيه لان الشماليه منفصله عن العالم كله كوريا الجنوبيه كل 8 اطفال في طفل منهم توحد، الكلام ده صحيح؟ يعني والله مش عارف، لم اطلع على معلومه بهذا الشان، لكن انا احدث حاجه عارفها اللي هي واحد كل 59 وده بيبقى متوسط وغالبا بتبقى على مثلا ايه دولتين ثلاثه، لكن ما لما بيكون في دوله فيها المعدلات عاليه قوي كده ما بياخدوهاش لانها تضرب النسب، يعني لو حطوها تزود المعدل، فهم بياخدوا الدول الوسطيه اللي هو فيها المعدلات متقاربه ويجيبوا المتوسط بتاعها، لكن وارد طبعا، امر وارد جدا. ودوت مؤيد يعني انا سمعت عنه بس مش بالرقم ده اللي هو واحد كل 8 حالات، بسبب ان هم عندهم اعتماد كبير جدا جدا على فكره الاجهزه الذكيه والتكنولوجيه وما الى ذلك. ففي ناس فسرت ان هم عندهم توحد عشان مدخلين ده في حياتهم جدا، وفي ناس فسرت ان هم متطورين في التكنولوجيا لان هم وظفوا اطفال التوحد في ان هم يبرمجوا حاجات، لكن يعني دي انا قريتها كمقالات كده غير مثبته علميا. انا بسمع من حضرتك النسبه بتاعه 59 فانا مفكراها اللي عاملها التعبئه والاحصاء بتوعنا احنا في مصر، يعني ده خصنا احنا كمصر. احنا عندنا في مصر يعني ماشيين بالبركه ما عندناش احصائيات الكلام ده، لا لا للاسف يعني فيش احصائيات عموما في الدول العربيه الا في السعوديه وبس، لكن في مصر لم اطلع على اي دراسه بتتكلم في هذا الشأن، لان حضرتك هم اصلا يعني الشفافيه في عرض الاحصائيات ديت يا استاذه عاليه مرتبطه بالنظام السياسي والاقتصادي للدوله، يعني لما يجي مثلا دوله زي مصر فيها كده 110 مليون ويعملوا احصائيه دقيقه فيكتشفوا ان احنا في عندنا مثلا سي مثلا 2 مليون طفل توحد، فطبيعي جدا ان هو اول ما هيتقال كلام زي كده هيتقال طب فين برامج الصحه بقى لرعايتهم، طب فين بقى المراكز اللي المفروض تقدم لهم خدمات، طب عايزين بقى نسن قوانين، طب نقدم دعم، هيبقى وش. فلا احنا ممكن نطلع نجيب العيال دي ونتصور معاهم ونحضنهم ونعمل لهم كروت تكافل وكرامه، لكن ما نعدهمش ولا عشان ما يتحسدوش عشان الناس ما تعرفش عددهم ويبتدوا يحاسبونا عليهم ويقولوا ان ده اخفاق من الصحه مثلا او عدم صرف من الدوله او ما الى ذلك، لان المفروض ان ما دام يبقى فيه احصاء لظاهرة معينة يبقى في تدخل لعلاجها، ولا انا بعدهم بس كده عشان افرح بارقامهم. فللأسف هتلاقي ان في حاجات كتير جدا، زي مثلا هاتيلي احصائية بتقول عدد المسلمين والمسيحيين في مصر، صعب تلاقي. لا مش موجود. احصائية مثلا تقول تلاقي الحاجات اللي في تدخل من وزارة الصحة ليها احصائية، زي مثلا احصائية بعدد المصابين بفيروس مش عارف سين. احنا عندنا ميزانية وهنعمل مش عارف ايه وهنطلع بلقطة ان احنا عايزين نعمل 100 مليون صحة، طب نعمل احصائية ومعلنة. طب انا بقى عندي حاجة تانية بتنخر في السوس المجتمع بتسوس فيه كده بس انا ما عنديش فلوس اصرف عليها، ما تعد لكن طبعا يعني ده حسب عليه بقى اهل المسؤولية. طيب فدي كده النظريات المفسره لاسباب الاصابه باضطراب التوحد. يبقى حضرتك ما تاكليش بقى تاني همبرجر ولا تاكلي سوسيس ولا لانشون لان دي حاجات بتبهدل البروبيوتيك، وانت كده كويس محافظ على نفسك جميل جدا، كلش شيبسي تاكلش عيش ماشي، يبقى كده انت كمان زي الفل.
معلش ما هو برضو جينات اكيد هيدي جينات يعني تحسبا. طيب فده كده الايه القصه بتاعه اضطراب طيف التوحد واسبابه. هناخد اخر حته نقفل بيها ان احنا كان في عندنا حاجه اسمها DSM-4. DSM-4 ده يعني الدليل التشخيصي والاحصائي الرابع للجمعيه الامريكيه للطب النفسي اللي بيصنف كل الاضطرابات النفسيه اللي بتعدي على البشر. DSM-4 ده كان بيقول لك ان في حاجه اسمها اضطرابات نمائيه شامله مش توحد. كان بنسميها اضطرابات نمائيه شامله وعددهم 5. توحد كلاسيكي اللي هو فيه 7 مجموعات من الاعراض اللي احنا قلناهم دول. وحاجه اسمها اسبرجر، والاسبرجر ده اللي هو يقال احيانا الناس تقول ان هو التوحد عالي الاداء، واحيانا يصنفوه دلوقتي على انه حاجه اسمها اضطراب تواصل اجتماعي اللي هو النص من التوحد في كل حاجه. يعني عنده مشاكل في التفاعل بس مش زي التوحد، مشاكل في التواصل بس مش زي التوحد. هناخده برضو ان شاء الله وهندرسه، وده مشهور وموجود ما بيننا كتير واحنا ما نعرفش مين هم. يعني لما ندرس هنبتدي نكتشف يعني في اصحابنا الناس اللي احنا نعرفها. توحد كلاسيكي اسبرجر، تمام. وبعد الاسبرجر في عندي حاجه اسمها متلازمه ريت. متلازمه ريت دي بتيجي للبنات بس واعراضها شبه التوحد، وبرده اعراض انتكاسيه اللي هو الطفل بيتولد ويتطور بشكل طبيعي وبعدين هو قبل سن 3 سنين يبدا ينتكس ويفقد كل ما اكتسب. بس ريت بقى تيجي للبنات فقط ما بتجيش للولاد، تمام. واضطراب انتكاسي يعني حتى مهما ندور على تاهيل ليه ما بنلاقيش برامج، وهو مع الوقت بتموت لان بيبقى عندها قصور في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والدوري وبتروح، تمام. طيب دي متلازمه ايه؟ متلازمه ريت، وبتتعمل بتحليل بيتكشف عليها بتحليل، لذلك في الدي اس ام 5 طلعوها من الكلام ده، تمام، لانها جين مسؤول. يبقى كده عندي توحد الكلاسيكي، اسبرجر، متلازمه ريت، وبعد كده في حاجه اسمها اضطراب الطفوله التفككي او اضطراب الطفوله التفسخي. ده بقى بيجي للولاد في الاشعه بنسبه 1 لـ10، يعني كل 10 ولاد قدامهم بنت واحده بس. وده زي ريت بالظبط، انتكاسي لحد اما الطفل يفقد حتى المهارات الحركيه ومهارات التحكم في التبول والتبرز ويرجع يقعد على كرسي متحرك. بس أسوأ من ريت ومن كل الاضطرابات في ان الطفل ممكن ينمو ويتطور بشكل طبيعي لحد سن 7 سنوات، يعني يبقى في تانية ابتدائي وبيروح المدرسة وحافظ ألف ب واحد اتنين ودنيته زي الفل، وبعدين هو بيجي تلاقيه فقد القدرة على التحكم في التبول والتبرز، بدأ تظهر عليه لزمات حركية، بدأ يفقد المهارات الحركية، بدأ يبقى عنده قصور تفاعل اجتماعي، ينتكس في كل حاجة بعد ما بقى عنده 6 و7 سنين وطفل زي الفل طبيعي مفيش أي حاجة فيه، يقوم منتكس ويبقى أسوأ من التوحد لحد ما ينتهي بالحال على كرسي متحرك فاقد لكل المهارات. طبعا اضطراب الطفولة التفككي أسوأ الحاجات لأنه يعني حتى من اسمه تفككي تفسخي، يعني كل المهارات الوظيفية للإنسان بتبدأ تتحلل وتتفسخ زي الجثة ما بتتحلل وتتفسخ. ربنا ما يكتبوا علينا ولا يكتبوا إن إحنا حتى نشتغل مع طفل كده ولا يكتبوا على حد خالص. أسوأ الاضطرابات الممكن هو ورد. طيب واخر حاجه خالص حاجه اسمها اضطراب نمائي شامل غير محدد. اضطراب نمائي شامل غير محدد ده اللي هو كان بيبقى واخد زهره من كل بستان، اللي هو دلوقتي بيسموه اضطراب سمات توحد، بس هو ما اسموش كده، المفروض ان ما فيش حاجه اسمها سمات توحد. اللي هو ايه؟ عنده خلل عام محسوس وملموس في التفاعل، لكن نيجي تطبق عليه مقاييس توحد ما يطلعش توحد، طبق عليه مقاييس اسبرجر ما يطلعش اسبرجر، طبق عليه مقاييس ADHD ما يطلعش ADHD، لكن انت في التعامل الحياتي معاه حاسه ان في مشكله في التواصل، مشكله في اقامه علاقات صداقه وبتاع، بس تيجي تطبقي اي معايير مش كلها منطبقه. ايه هي المعايير؟ هناخدها ان شاء الله بالتفصيل في المره الجايه. فيتقال عليه اسمه اضطراب نمائي شامل غير محدد. ده كان الدي اس ام 4، تمام، وكان الخمسه دول تحت مظله كامله اسمها اضطرابات نمائيه شامله، كلهم على بعض كده. ليه محطوطين مع بعض؟ عشان كلهم فيهم 3 مجموعات من الاعراض، بس احنا فصصناهم في 7 عشان نفهمهم كويس. كلهم بلا استثناء عندهم قصور تواصل لفظي وغير لفظي، وكلهم بلا استثناء عندهم قصور تفاعل في التعامل مع الناس، وكلهم بلا استثناء عندهم لزمات وروتين وافعال تكراريه، تمام. فالثلاث مجموعات من الاعراض دول كانوا مشتركين، ودول كان اسمهم ثالوث التوحد. يعني اي طفل ما يتشخصش توحد الا لما لازم يبقى عنده الثلاث مجموعات من الاعراض دول، قصور تفاعل، قصور تواصل،
لازمات وروتين. تمام؟ طيب جه بقى الدي اس ام 5 لغى لك الكلام دوت وعمل شويه تعديلات كتير. اول حاجه قال لك ريت دي عباره عن ايه؟ مشكله وراثيه وعرفنا الجين المسبب ليها، طلع يبقى كده الاربعه بقوا كام؟ الخمسه بقوا كام؟ بقوا اربعه. طيب وبعدين قال لك ايه؟ قال لك الاضطراب النمائي الشامل غير المحدد ده ما نقدرش نصنفه على انه اضطراب، احنا نقول ان ده نمط شخصيه وخلاص، مش محتاج، لان لما نقول عليه اضطراب يبقى لازم ندفع عليه فلوس في التامين الصحي بقى بتاعنا عشان خاطر نعالج العيال ونديهم جلسات، وفي الاخر هم كده كده ممكن يكبروا ويتطوروا ويندمجوا في المجتمع، فهو لا يستوفي اي معايير لتشخيص اضطرابات، يبقى طلعه هو كمان. يبقى كده طلع من عندك ريت وطلع من عندك الاضطراب النمائي الشامل غير الايه؟ المحدد. بقى عندي كام؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ توحد الكلاسيكي والاسبرجر واضطراب الطفولة التفككي. قال لي طيب اضطراب الطفولة التفككي والتوحد دول شبه بعض صح؟ قلت له اه عندهم نفس الاعراض، بس الفرق ما بينهم في السن، ان التوحد بيقعد يتطور لحد قبل سن 3 سنين والاعراض تظهر، لكن اضطراب الطفولة التفككي ممكن يتطور لحد نهاية مرحلة الطفولة المبكرة على سن 6 او 7 او 8 سنين وبعدين تبدا الاعراض تظهر. طب والاعراض واحده ولا لا؟ اه واحده. طيب التطور؟ لا التوحد بيتطور لكن اضطراب الطفوله التفككي ما بيتطورش، لكن المهم ان الاعراض ايه؟ واحده. قال لك بس يبقى نحطهم هما الاثنين ايه؟ مع بعض وندمجهم في مجموعه واحده. تمام؟ وهنشيل الشرط بتاع السن، بدل ما نقول ان هو بيصاب الاعراض بتبدا تظهر قبل سن 3 سنين نقول ان هي بتظهر في مرحله الطفوله المبكره. يبقى انا كده عملت ايه؟ ضميت اضطراب الطفوله التفككي في التوحد عشان يبقى التشخيص اقل. قلت له طب كده بقى عندي اضطراب طفوله تفككي وتوحد مع بعض وفي الاسبرجر كده لوحده. قال لي الاسبرجر ده احنا هنقسمه نصين، الاسبرجر الشديد اللي معاه اعاقه عقليه لما نيجي نشرحه كده ونشوف يعني ده هيبقى جوه التوحد، والاسبرجر البسيط الخفيف ده هنطلعه برده من المجموعه ونسميه اضطراب تواصل اجتماعي، لان هو في الاخر بيكبر وبيتجوز وبيخلف وبيشتغل، فما تقدرش تحطه لي مع اضطراب في التوحد اللي هو اضطراب انتكاسي ومحتاج تدخل مكثف وجلسات وتكامل حسي وحاجات كده. فالخفيف منه هنسميه اضطراب تواصل اجتماعي، الشديد منه ده اه شبه التوحد يبقى يتحط مع بعضه كله تحت كاتيجوري واحد. قلنا له بس انت كده خليت الكاتيجوري واسع شامل اطفال توحد على اطفال اضطراب طفوله تفككي اللي هم اعراضهم شديده قوي على اطفال اسبرجر اللي هم اعراضهم اخف من التوحد، يعني برضو انت كده. قال لي عشان كده احنا هنغير المسمى، وبدل ما نسميه اضطراب نمائي شامل نسميه اضطراب طيف التوحد. يعني ايه طيف؟ طيف مش يعني حاجه خفيفه، يعني طيف من الاعراض، عدد كبير جدا من الاعراض، فما فيش طفل توحد شبه طفل تاني توحد، كل واحد فيهم ممكن يبقى عنده مجموعه اعراض مختلفه. ممكن يبقى طفل توحد من المستوى الاول، المستوى الاول ده اللي هو ايه زمان كان بيتقال عليه اسبرجر فيتقال عليه اضطراب طيف توحد مستوى اول، او ممكن يبقى طفل اضطراب طيف توحد مستوى تاني اللي هو ايه كان زمان بيتقال عليه التوحد الكلاسيكي، او يبقى اضطراب طيف توحد مستوى ثالث اللي هو كان زمان يتقال عليه ايه توحد شديد وحاد، او اضطراب طفوله تفككي اللي هم النوعين. عشان كده سماه اضطراب ايه طيف التوحد. كلمه طيف هنا يعني مش يعني بيطوف حوالين نفسه، ولا طيف دي يعني ايه طيف توحد كده. كلمه طيف دي يعني عدد كبير من الاعراض، هو بقى ايه بيبقى لاقط كده عامل زي كده لما تنزلي السوبر ماركت ومعاك العربيه اللي بتنقي فيها، كلنا ممكن ندخل نفس السوبر ماركت، بس لما نطلع كل واحد فينا العربية بتاعته فيها حاجات مختلفة صح؟ طيب بس في الاخر كلنا ايه اشترينا من نفس السوبر ماركت. هو كده طيف التوحد سبع مجموعات من الاعراض زي ما احنا شرحناها، بس كل مجموعة اعراض فيها عدد من الاعراض. لو قلنا قصور التواصل اللفظي وغير اللفظي لوحده في التواصل اللفظي واعراض، والتواصل غير اللفظي بقى اعراض. طب والتفاعل الاجتماعي كان له اعراض. طب والتقليد كان له اللي ما بيقلدش خالص والتقليد غير الوظيفي والتقليد بعد حسن. فكده عندي سبع مجموعات من الاعراض، كل مجموعه فيها عدد من الاعراض، وكل عرض له مستويات من الشده ما بين بسيط ومتوسط وشديد. فتيجي كده تحسبيها، قول يا ست السبع مجموعات من الاعراض دول كل مجموعه اعراض فيها اربع اعراض بس، يبقى 4 × 7 ادي كده كام؟ 28.
وقولي لي بقى كل عرض له مستويات من الشده، قولي من 1 لـ10. اضربي بقى كمان في 10 يبقى كده معاك بتاع 280 عرض مختلف المستوى من الشده، فكده عدد كبير جدا من الاعراض ولا لا؟ فممكن الاقي طفل وعنده تقليد واسمه توحد، وطفل ما عندوش تقليد خالص واسمه توحد، وطفل عنده قصور في الانفعالات، وطفل انفعالاته شويه مظبوطه لكن قصور المهارات الاجتماعيه هو اللي عنده عالي، وطفل عنده قصور مهارات اجتماعيه مع قصور تواصل لفظي، وطفل ما عندوش الاثنين دول، عنده دول حاجات بسيطه بس عنده لزمات وروتين عالي، وطفل ما عندوش لزمات وروتين عالي لكن عنده القصه بتاعه القدرات العقليه، فتلاقيهم ما فيش اثنين شبه بعض. عشان كده تشخيص التوحد حاجه صعبه جدا، تمام؟ لذلك من ضمن المصلحه ان هو قال لك لحد مرحله الطفوله المبكره كلها ما تشخصش توحد. ليه؟ لانه اصلا طفل واسع من الاعراض، ممكن يكون متشخص غلط على انه توحد، مسافه ما نشتغل معاه شويه جلسات والدنيا تظبط وما الى ذلك، هوب مره واحده تيجي تطبق المقياس تلاقي المعايير اللي كانت بتقول ان هو توحد ما بقتش موجوده في الواد، كان عندي اوكولاليا وبطلها، كان عنده مثلا قصور تفاعل اجتماعي دلوقتي بيتعامل مع اصحابه عادي، كان عنده مشاكل لزمات وروتين ودلوقتي قلت، فتيجي تشوف المعايير تلاقيها ايه، مينيمايز مينيمايز مينيمايز، الواد طلع بره الكاتيجوري والتصنيف. فكان دي مشكله بتقابلنا، انك تشخص طفل توحد وبعد ما تشتغل معاه تقول الحمد لله ده خف، لا هو كان من البدايه متشخص غلط ان هو ايه توحد. مفيش حاجه اسمها بقى سمات توحد. ينفع مثلا انت بالكحه اقول لك عندك سمات برد؟ لا، الكحه دي عرض مشترك ما بين عدد كبير جدا من الاضطرابات. ممكن يبقى عندك برد، ممكن يبقى عندك التهاب رئوي، نزله شعبيه حاده، رابو، في اعراض كتير جدا، في امراض كتير جدا مشتركه في نفس العرض. فلما يجيني طفل بقى عنده شويه مشاكل في التفاعل ولا التواصل ولا بتاع، فانا اقول يا توحد يا سمات توحد، يبقى انا انسان فقير في التشخيص، فقير في العلم. هو امتى انطبقت عليه المعايير فيتقال عليه توحد، يا ما انطبقتش المعايير ادور واشوف الاعراض اللي عنده دي بسبب انهي اضطراب. ممكن يكون متلازمه ويليامز مثلا ليها اعراض شبيهه مع التوحد، كورنيليا ليها اعراض شبيهه مع التوحد، اي دي اتش دي عنده ضعف سمع، فما كانش بيسمع الناس من وهو صغير فما بقاش يبص في وشوشهم فتاخر في الكلام وتاخر في التفاعل الاجتماعي وما عندوش اي كونتاكت، وكل ده بسبب ان هو ضعف سمع اصلا مش توحد. يبقى اذا كل الاعراض ممكن تكون ظاهره، ولكن لو ما انطبقتش عليها المعايير التشخيصيه اللي احنا لسه هنقولها بقى ان شاء الله المره الجايه، يبقى معنى كده ان هو ايه، انه حاجه تانية غير التوحد، تمام؟ طيب ده كده محاضرة النهاردة اللي احنا اتعرفنا فيها على التوحد، دخلنا الدنيا بتاعته وعرفنا فرق ما بين الدليل التشخيصي الرابع والخامس في تشخيصه، وعرفنا بعض الاعراض اللي الاطفال بيعملوها وهي بالنسبة لنا غير مبررة بس احنا فهمنا دلوقتي بتحصل ليه وبتيجي منين وسببها ايه، وعرفنا كمان التدخلات بتاعتنا، يعني قصور التواصل عرفنا بنتدخل معاه بالجلسات التخاطب، الشذوذ الاستجابة الحسية، غرفة التكامل الحسي، قصور المهارات الاجتماعية، برنامج بورتاج وبرنامج قراءة العقل. مثلا ايه الانفعالات، برنامج قراءه العقل، تمام؟ فعرفنا الاسباب المحتمله والشائعه لوجود اضطراب طيف التوحد. المره الجايه بقى ان شاء الله هنبدا ندخل في تطبيق مقاييس كارز 1 و 2، نشوف الدنيا ماشيه فيهم ازاي نشخص طفل توحد من الاساس عشان نعرف نعمل له برنامج نمائي، وبعد كده نبدا ندخل في البرامج. حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ يا استاذه عليا اتفضلي يا فندم. معلش انا اسئلت كتير النهارده، انا اسف. لا على راسي يا فندم، تأمري. بقول لحضرتك، هو احنا مسموح لنا بتشخيص التوحد ولا دكاتره الطب التطوري؟ مسموح لكم بايه؟ يعني احنا دلوقتي علم النفس ده مش تخصصنا خالص ولا درسنا 4 سنين ولا الكلام ده. كده انا بتكلم انا شخصيا مجرد اللي هي الدكتورات بتاعت سواء كانت المعتمدة حكومي أو الدبلومات العملية اللي بناخدوها وكده، هل ده يبقى تشخيص للتوحد ولا ده تخصص أطباء تخصص طب البشر اللي هم الطب التطوري أو اللي هم اللي أصل كليتهم أو درس علم نفس 4 سنين بعد كده خدوا بعد كده الدبلومات مقاييس والكلام، ولا إحنا كده يعني إيه؟ يعني أنا نفسي بتكلم يعني كأني كده بتعدى على التخصص مش بتاعي او بدل روحي حجم مش حجم. انا فهمت حضرتك، فهمت حضرتك، بس لا ما تقوليش كده لسبب. هو اولا
فكرة انك يعني تشخصي، هو كده كده اللي بيشخص بس الاخصائيين نفسيين، حتى الاطباء المفروض ان هم ما يشخصوش، تمام؟ لكن مين اللي يشتغل؟ الاطباء المفروض ان الطبيب ده بيشخص الجوانب الطبية، في فريق عمل بيشخص التوحد، اللي بيطبق المقاييس هو الاخصائي نفسه، الدكتور ما يشطبقهاش. الدكتور له التحاليل بقى التانية بتاعت البروبيوتيك وبتاعت كهربة المخ وبتاعت مش عارف النفاذية الامعاء وتسمم المعادن والحاجات دي هو اللي بيشتغل فيه. فدي ما ينفعش يشتغل في تخصص ده، وده ما ينفعش يشتغل في تخصص ده، ده فيما يتعلق بالحاجات الدوائية. لكن فيما يتعلق بالتدخل لا، هو الموضوع مفتوح جدا لأي حد يبدأ يدرس انه يقدر يشتغل جلسات. ليه؟ لانه اصلا الفكرة كلها قائمة على التثقيف المجتمعي. يعني قدري ام عندها توحد، ابنها عنده توحد، تقول انا ما اقدرش اشتغل مع ابني اصلا انا مش متخصصة؟ لا، ده الاصل في الموضوع ان هي ايه؟ ان هي تتعلم وتشتغل معاه، تمام؟ طيب قرية نائية وفيها اطفال عندهم توحد، نقول لا والله ما ناخدش الدبلومات كده تعدي على التخصص، احنا نستنى بقى لما حد يشتغل ياخد التخصص ويجي يشتغل في القرية النائية. وكل اللي بيشتغل عايز يعني كل اللي بيدرس عايز يشتغل مثلا في محافظة كبيرة يعني مثلا عايز يسافر، يبقى كده عندنا كمان القرى النائية والنجوع والحتت دي كلها مش هنلاقي حد يشتغل فيه. ففكرة الدبلومات التدريبية او التعدي على التخصص دي منفية. بسبب ايه؟ بسبب ان دي ثقافة مجتمع لازم تكتسب، فلا هي ما فيش فيها تعدي على التخصص ولا اي حاجة. ولو كان فيها تعدي على التخصص ما كانتش جهات رسمية زي مثلا الجهة اللي احنا بنشتغل الدبلومة دي تبعها اللي هي محافظة القاهرة، او جهات تانية زي جامعة عين شمس وجامعة مش عارف المنوفية كانت طلعت دبلومات لغير المتخصصين في مجال التأهيل، كانوا خلوها قاصره فقط على خريجي كليات علوم الاعاقه والتربيه الخاصه وما الى ذلك، لكن هم بيدوا الكل. طب ده دليل على ايه؟ دليل ان لا، ده فكره سوق عمل، احنا بنأهل ناس لسوق عمل وبنأهل اولياء امور للشغل مع اولادهم. فهمتي الفكره؟ ده طبعا ما ينفيش فكره انه اكيد المتخصص هيبقى في حته اكثر دقه وهو اللي يبقى قائد لفريق العمل وهو اللي هيبقى فاهم اكتر، لانه مش درس شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، ده درس اربع سنين. ولما يبقى فيه مثلا كذا حد بيشتغل مع الطفل هيبقى الرياده او الرئاسه للشخص اللي درس لعدد سنوات اطول بشكل تخصصي، اما في علم النفس النمو او التربيه الخاصه او العلوم الاعاقه او. لكن فكره التاهيل للعمل في جلسات اصلا تبقى قاصره بس على اللي درس، يبقى ده صعب قوي ان احنا نوافي احتياجات المجتمع المتزايده من كميه العيال اللي كل شويه تتشخص دي. كل واحد بيتحفظ له مكانته اكيد، لكن ساعه الشغل اللي اتدرب يقدر يشتغل. يعني المختصر انا لا مشخص، التشخيص ده مقتصر على الاخصائي النفسي، لكن مسموح لي ان اشتغل مع الاطفال. تشتغل جلسات طبعا. تمام، متشكرة دكتور. عفوا يا فندم، بارك الله فيك وجزاك خيرا. طيب الى هنا ايها الشباب نكون انتهينا من محاضرة النهاردة. عندنا بس يعني تكليف بسيط، اي حد اتعامل مع طفل توحد هيحاول ان هو يذكر لينا مجموعة الاعراض اللي لاحظها عليه واللي احنا دلوقتي قلنا ان هي ديت اعراض توحد. يعني يروح قايل ايه؟ الطفل سين صاد كان بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، وكل عرض من اللي هو بيعمل ده بين قوسين اسم مجموعة الاعراض. يعني مثلا بيتكلم بنبرة ثابتة او مكاتب كده ايه بين قوسين قصور تواصل لفظي غير لفظي، ما بيرضاش يلعب مع زمايله بين قوسين قصور في التفاعل الاجتماعي، مثلا رسمه حلو جدا بين قوسين قدرات عقليه مميزه، وهكذا. فهمنا الفكره؟ يبقى طيب ما فيش، يبقى ما تعاملتيش مع حد، يبقى هنتفرج على فيلم. في فيلم اللي هو بتاع ماي نيم از خان، وفي فيلم تيمبل جراندين، ده مهم جدا، ده احنا اصلا هنشغل اجزاء منه في المحاضرات. فيلم تيمبل جراندين، فيلم ماي نيم از خان، مسلسل حاله خاصه اللي هو بيتعرض دلوقتي على شاهد، ولو عملتوا سيرش كده على التليجرام هتلاقوا الحلقات بتاعته بتنزل بتاعه طه الدسوق، وفي ذا جود دكتور، بس انا ده ما شفتوش، انا سمعت عنه بس ما شفتوش. فاللي ما اتعاملش مع اطفال توحد هيتفرج على فيلم من دول ويطلع علينا الاعراض منه، تمام؟ وحتى لو حد بيشتغل يا ريت يتفرج على الافلام دي لانها مهمه جدا، لو ما كانش شافها هيطلع منها اعراض كتير. اوكي، أراكم على خير أيها الرائعون، إن شاء الله
المرة القادمة الساعة 2 الساعة يوم الاثنين غالبا هنبدأ الساعة 6، وأكد مع حضراتكم على الجروب يعني هنزحزحها نص ساعة عشان نلحق نصلي المغرب، لأن احنا اوريدي النهاردة دخلنا إلا ربع بسبب ان احنا برضو عشان صلاة المغرب وعشان برضو شغل الناس يعني. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.